حكايتي مع بسمة فرحات، قناة الحكايات الواقعية، الروايات والقصص العاطفية. شاركوها معنا ناس وثقوا فينا وحبوا أنهم يشوفوها على شكل قصص مصورة. كنتمنى أن القصص نال إعجابكم وأنها ترضيكم. ما تنسوش دعموا القناة باللايك بالإشتراك وبالبارتاج، ودمتم في أمان الله وحفظه. شكرا على المتابعة. حبيبات ديالي المتابعات الغزالات، المتابعين الأوفياء، ما تنسوش ديروا اللايك كيف ما القاعدة، خليوا لي واحد تعليق كيف ما كان، كلمة، كلمات، جملة، كيف ما كان، نقطة ولو شريطة. شكرا لكم، ونكملوا مع القصة. أول ما خرجت من المطار لقات سيارة من نوع رونج روفر في الأسود مات، بعثتها الشركة باش تاخدها من المطار ويسالها لها تنقل. مسح لها السائق الباب اللوراني، دخلات داخل وطلع هو القدام، وحفظ حفظة وحدة، وقف حتى الباب الشركة، نزل بالخف، مسح ليها الباب وتحنا باحترام. نزلت من السيارة كتشوف الشركة، تمشات بخطوات ثابتة ورافعة راسها للسما بتعالي. دخلت في اتجاه المصعد تحت أنظار الموظفين اللي ما حيدوش عينهم عليها، كانت أنيقة بشكل جميل وراقية في مشيتها. عند متعة دخلت عندها السكرتير وعلمتها بلي الاجتماع علي نبدأ. كانت كتخدم شي ملفات، طلبت منها تمهلها زوج دقايق وتلحقهم. توجهت لينا لقاعة الاجتماعات، كتميل خصرها يمين وشمال وقدامها غالي كيتمشى بخطوات ثابتة. فتح الباب ودخلو، كان جالس با وثلاثة د الموظفين، أشار ليها تجلس. توجهو الأب غالي صفحاتو بلا باقة، عاد جلست بعد زوج دقايق. دخلت متعة دافعة كرشها القدام وليحة شعرها ورا ظهرها، قالت السلام وجلست تحت أنظار لينا اللي كتطلع وكتنزلها وتقول مع راسها فين شفتها فين شفتها. هي كتخمم والو، ما طاحتش ليها في بالها. نفضت أفكارها وبدأو الإجتماع اللي دام نصف ساعة تقريبا. بعد الإجتماع خرجت لينا من الشركة وتوجهت للهوتيل وتصلت بباها وخبراتو بالإتفاق، ومن بعد تصلت بمدى مراجعة على أساس كطمأن عليها ويا دايره همزة توصل بينها وبين ناصر اللي ولا مرة عطاها الإهتمام وشاف فيها. بعد ثلاثة ساعات تقريبا خرجت من المكتب، كان غالي في سيارته كيتسناها قدام الباب الشركة. طلعت معاه دارت حزام سلامة وديما راه في اتجاه أحد المطاعم الراقية وسط برلين. مسافة الطريق كان قدام باب المطعم، بلات السيارة ونزل فتح ليها الباب. توجهو لداخل وخدا طاولة، جات في القنت بعيد من الضجيج وجلسو. غالي شنو غتاكلي؟ متعة مصمصات شفافها، بغيت شوربة الكوفيت وسلطة. خدا الموني ورجع حطو، أنا غنطلب حالك. بعد ثواني تحط الغدا قدامهم، خدات المعلقة بدات الماكلة في صمت وعينين غالي عليها. بعد ما كملت رفعت راسها ومسحت فمها بمنديل. بعد مرور 4 شهور كانت في غرفة خاصة في أحد أكبر المصحات في برلين، غرفة طاغية عليها اللون الأبيض والأغطية وسرير البيبي ما بين الأبيض والأزرق فاتح. لابسة بيجامة تحت ركبة شوية في الأبيض والكمام، تعلق شعرها مزينة بشريط أبيض، وهز البيبي بين درعها، لابس سروال وتريكو ديالو المبرة في الأزرق فاتح. طرق غالي زوج طرقات ودخل عندها في إيديه بوكيت فلاو وعلبة شوكولا من نوع الفاخر. غالي بونسواغ، متعة ابتسمت بونسواغ. غالي حط البوكي من يدو ومد ليها الشوكولا، تفضلي شكرا علاش عذبتي راسك. عاد بكراهة شاف البيبي خلفو سناس، متعة وهي عاد رضعه نعس كتشوف ولدها بحب. رفعت راسها وشافت غالي تكلمات، شكرا بزاف على وقفتك معايا غالي. لا بيناتنا هاد الكلام، ها متعة المهم تكوني فرحانة وفرحانة. متعة قنطت من هاد لاكلينيك، مبقى قد ما فات، غدا ان شاء الله غتخرجي. متعة وهي ان شاء الله اتصلت بمكتب التشغيل وطلبت وحدة تكون معاك. متعة نو ما نقبلش، انا مزيانة وقادرة نقابل ولدي على الاقل حتى ندخل الخدمة، وديك ساعة مدبرها حكيم. غالي ما يكونش راسك قاصح. متعة شافت فيه وابتسمت، بليز خليني على راحتي. غالي وراحتك مهم عندي. وقفات وحطات البيبي في الكونة ديالو وغطاتو وجلست في الكنابي كدردش مع غالي اللي ما فرقهاش ولا لحظة، وكان معاه من جملي شدها الوجه حتى ولدات. بعد دقائق جا يوسف هازل حتى هو بوكيت فلوغ في الغوج وجا كيزورها. طلعو غالي ونزلو هو محاملوش، جلسو معاه حتى شي دقايق وخرجو. بعد مرور 6 شهور كانت كدوش البيبي بعد ما دوشت ليه الواتو فوطة، وتوجهت للسرير حطاتو فوق السرير وكتمسح ليه بشويه وابتسامة عريضة على شفاها هو كيفرك البرجيلاتو.
بعد ما نشفت ليه دانت ليه كريم، بدات كتلبسو في حوايج عباره عن تيشيرت وصالوبات جينز في البلوسيان وسبادري بيضاء. هزات وحطات ليه راسو على صدرها وكتستنشق ريحتو اللي كيف المسك بالنسبه ليها. بعد دقائق رن التالي ديالها كانت هدى، بغات تهضر معاها في فيديو. هزات التالي وبدات كتهضر مع هدى. هاي حبيب طاتي، متعة شدات يدو وصغرات صوتها. هاي طاتي زوينة. هدى وين وعلى بوحنيكات كيكبر ويزيد زيان، محاليك يخلي لي الحنون. متعة نفخات شنيفة. وام الحنون ما بقيتيش مسوقة ليها. هدى وانا نقدر نترك الحب كله. ها امتى غتجي؟ بغيت نهز يزين بين يديا ونشبع فيه غير بوسن. متعة وجات فما قلت لك يا زين علاه جيتي لعندو؟ نهدات انت عارفة اش كاين، ما بغيتش نحفظ في ديك البلاد مرة اخرى، درت حياتي هنا ورميت وراي الماضي. هدى تزيرات. اه وانا من الماضي اللي رميتي. متعة بليز هدى ما تقوليش هاد الهضرة، انا ما قلتهاش لك، عارفة شنو كاين وعارفة بعزتك عندي، ما صعيب عليا فهميني. هدى ايوا حنا غنشوفو حتى لين غتبقي عند كلامك. في المغرب مصطفى الله يرضي عليك، الا موافقه يكون غير زواج شكلي حتى نربحوا هاد الصفقه ونردوا فلوسنا، وديك الساعه تقدر تلغي هاد الزواج. ليا زميل دخل في صفقه كبيره مع شركه عالميه وغربحوا من وراه زباب الفلوس. اسمعني ولو مره واحده في حياتك. ناصر نصر نطره من الكارو، خليني نفكر. مصطفى ما كاين ما تفكر، خلينا نضربوا الحديد محته سخون. ناصر اللي خاصك تعرف هاد القلب فيه مره واحده، مستحيل تاخذ شي وحده، واذا كنت غنقبل بهاد المهزله فغير على قبل الشركه واسم ديالها وبس، ما تنساش مني نطول في هذا الزواج ديال الويل. مصطفى بلهفة موافق، بس جبينو الله يرضي عليك يا ولدي، انا غنتصل بمسيو اليزامي وغنعلمو. خرج من الشركه وطلع في سيارته من نوع فيراري في الكحل ماض، موقف حتى الباب ديال الفيلا، مد الكونتاكت للحساس وتوجه لغرفه سيف ولدو، كان كيلعب في طوبوغو. غير شافو ناض كيتمشى اتجاهه والفرحه غامره قلبو نطق بضع احرف مقطعه. بابا ناصر هزو كيبوس فيه، حبيب بابا البطل ديالي. جلس في الكنابي وجلس فوق رجلي، شاف المربية اش دار في غيابي. المربية درت ليه الدوش وفطر ونزلت للحديقة لعب شوية، وبعد خذته معاها مدام راجع. قبل نص ساعة رجعته وخليته كيلعب. ناصر اوه حبيب بابا خرج مع جدا، طبع قبلة في جبينه ومدو ليها وخرج في اتجاه غرفته. في اليوم الموالي شرقات شمس جديدة، معلنة على يوم جديد أحداث جديدة. كانت متعة فايقة وجالسة في لاطيغاس وعزة في يديها طاسة القهوة كترتشف منه. وبعد دقائق سمعت يزين كيبكي، حطات الطاس من يده وتوجهت للكونة ديالو. هزاتو كتبوس خدودو، بسم الله عليك ماما بسم الله عليك. يزين كيبكي مازال، حطات راسو على صدرها وتوجهت للسرير باش تردو. جلسات وخشاتو في حضنها، نزلات الشميز من جهة الصدر وبدات كتردو ويديها كيلعبو في خصلات شعرو، ابتسامة خفيفة على شفاها. بعد ما رضى حطاته فوق السرير كيفركل برجيلاتو، وتوجهات للبلاكار جبدات ليه شورت في الكاكي مع تيشيرت في البيض وترتقها في البيض وحطاتهم فوق السرير. وهزاتو تمشات في اتجاه الحمام، دوشات ليه ولاتو في فوطة وتمشات في اتجاه السرير وحطاتو، مسحات ليه وقادتو ولبساتو وجداتو بين مدجي المربية. دخلت حتى هي دوشات غي كغير الحمام لما تفزق راسها، وعاد خرجات لبسات بينوار لبسات حوايجها غوف نوار فوق الركبه بالكم مع لي باموس ولي بوت نوار حد الركبه. خلات شعرها مطلق مع ميكاب خفيف وريحت على مونط كاشمير في الكري. هزات ساكها وطبعات قبله خد يزين وخرجات. من بعد ما وصلت المربيه خرجت من الشقه وطلعت في سيارتها وديمارات في اتجاه الشركه. عند لينا اتصل بها بابا وخبرها بطلب مصطفى، طارت بالفرحه. اخر حاجه كانت متخيلها هي ناصر يطلب يدها للزواج. خرجت من لوطيل طيرة توجهات المطار بعد ما حجزت من الانترنت بلاصات السيارة ونزلت منها بدات الكونتاكت للسيكوريتي وتوجهات لباب الشركة. تمشات بخطوات ثابتة خصرها كيمين يمين وشمال كيف العادة. فتحت باب المصعد ورقة بركات على رقم 5 ثواني وكانت في الطابق الخامس. طلبت من السكرتير تجيب لها القهوة ديالها وبدات خدمتها. بعد دقائق جا عندها غالي صبح ليها درت شو شوية، من بعد توجه المكتب ديالو. من بعد ساعات كانت لينا في المطار، مطار سلا الدولي، كان سائق في انتظارها. هز ليها الشنطة وحطها في الكفر وطلعت للور، طلبت منو يسرح في رحلتها، ما عطيها الحد والدنيا ما سيعاش. من صفا الطريق كانت في الفيلا ديالها، مشات طايرة عند باها. بابا بابا يا زمي نازل من الدروش، بنتي الحبيبة. لينا شدات يدو بزوج، واش بصح بابا هداك الشي اللي قلتي بصح؟
ناصر غيجي يخطبني. يا زعما عقد حجبانو شي فار الله بنتي هي بصح لينا بها السف خدودو. خليك ليا يا احسن اب في الدنيا. قولي لي امتى غيجيو ومعاش. يا زعمي توجه للصاله وجلس في الكنابي. غدا ان شاء الله. لينا الفرحه لخبطاتها. خاص نمشي عند كوافيره وندير شوبينغ وفي الوقت ما غاديش يقدني. يا زعمي بلا نرفزه شاد الفوضى كامله راه هما اللي خاص يفرحوا حيت غنعطيهم بنتي ماشي انتي. سبتي سبتي شويه ودير عقلك كوني رزينه كيف عادتك. لينا بس خدو طلعت مع الدروج كتجري. عمرك بابي. كانوا جالسين في مطعم الشركه كيتغداو اونصوم وعينين غالي عليها كيراقب كيف كتاكل عكس هي اللي كانت حانيه راسها وكتاكل بالباقه. غالي هاد راجلك اللي قلت ليه عليه علاش لعاد لحد الان ما شفتوش. مسامحه حلت ليها كتكح كتكح كح حسات كاس الماء ونزلت عليه دقه وحده. غالي بخاف بسم الله عليك وصحاب بصحات فمها بالمنديل. هو في الامارات مشغول سبق لي وقلت لك مشغول. غالي بعدم تصديق اها واش ما متشوقش يشوف يزين. وصحاب كتشوف في عيني كيشوفو يومين راه كان نهضرو في فيديو في ابل فيديو كيشوفو بس يبقى الحمد لله شبعت. وقفات وتوجهت للحمام ويديها كيرشفو خلات وراها غالي بسبعها بعيني. غالي بينو بين نفسه مصدقش مساعدتي انتي ليا وغندير ما في جهدي باش تكوني ليا مهما كلفني الامر. مسح فمو بالمنديل وقف. في المغرب في المساء كانوا جالسين حول طاولة الاكل كياكلوا في صمت. بعد ثواني من صمت تكلم مصطفى. غدا ان شاء الله غنمشيو نطلبوا يد لينا. مازين شاف ناصر مبروك عليك اخويا. ناصر شاف فيه هاد الزواج غيكون غير شكلي وعلى الوراق فقط يعني مصالحه بس ما كاينلاش تبارك ليا. رجع عقدت حجبانه. ناصر زدتي فيه شويه شويه دار من البنت مسكينه ها لينا راه الف واحد يتمناها ما طلبهاش معاك. ناصر كسم الغضب ديالو ما بغيتش نزيد نهضر في هذا الموضوع باش نسدو في خطره لينا ولا ما نعرفش سميتها مجرد صفقه. في المانيا كانت لابسه بيجاما شورت في لاسوا وضاني ديالو سميتها بالدونتيل في صدر وز بيبي وجمع شعرها بشكل عشوائي. جالسه في الكنابي وهزت يدها زين بين دراعها كتخدم في البيسي في نفس الوقت. بعد دقائق جلس كيبكي يقنط من الوضعيه اللي شاده بها. سدات البيسي وخرجت بيه لاطراس وكتمشى وكتجيبي. متعة حبيب ماما روحي نتايا طبعات قبلة في جبينو وتنهدات نهيدة خفيفة. من بعد دخلت لداخل حطات فوق سري وتسطحات جنبو كتشوف تقاسيم وشو الملائكي. في اليوم الموالي شرقات شمس جديدة وعلينا على يوم جديد اليوم الويكند. فقط مبكرة واش وجهت الكونة القاتية زين فايق كيفرك البرجيلات وكيبتسم تحنات مستواه هزات وكتبوس فيه صباحو حبيب مامي. رجعت للكونة وتوجهت الحمام قضت حاجة وبدات كتوجد لي الحمام. بعد توجهت البلاكار وجدت لي ما يلبس وعاد هزاتو دخلت ودوشت لي وخرجت لوي عليه فويطة نشفاتو ودات لي الكريم ولبساتو الشورت في البلو سيال سبادري بلو. بدات كتلبس حوايجها عبارة عن سليم تاي هوت مع تيشرت في البيض فيه كسابة في الكحل وسبادري بيضة. خلات شعرها مطلوق كسافات بليكرون مرطب شفاه حطات يزين في البوسات ديالو وهزات ساكها دارت فيه التالي ديالها والضاعة ديالو فيها الحليب والفوطة لبست نظارات شمسية وخرجات مع ولدها. قررت تفطر برا فشي كافي على البحر ودوز نهار معاه. توجهات الكافي خدات كافي كريم مع بتي بان شوكولا وقبلتها يزين مسكي في البوسات فطرات وعطاتو رضاعتهم. بعد خرجات من الكافي نزلت البحر هزابين دراعها كتاخد سيلفيات معاه في نفس المكان. كان غالي اللي غير شافها توجه عندها. مشيو للمغرب كان كيجري في الغابه اللي ورا الفيلا وكله عرقان وعبير ما مفرقش بالو عيا وجلس فوق ربيع كيلهت سطح على ظهرو كيشوف السما حس بتأنيب الضمير. وهاد الزواج مثابة خيانه قف مكره ما طيقش نفسه مرر يبدو على شعر بعصبيه وتكلم هذا غير زواج شكلي لا غير علق من الشركه قلبي فيه غير انت عبير غير انت. صح قلعت الماء وشرب نصها واللي بقى كبو على راسو كمل الجري ديالو. من بعد ساعه ارجع للفيلا طلع ديريكت لغرفته توجه الحمام خدا الدوش وتوجه للدريسينغ لبس حويجاتو وخرج مشى للغرفة دولتو. في المانيا غالي اوه صدفة زوينة هادي تحنا عند يزين الامير خارج كيشم الهواء متعة ابتسمت قلت نخرجو. غالي فكرة زوينة اش بالك نمشيو الفيرما هتعجبك بزاف كاين تما وحدة كاين تما جدة وغتفرح بشوفتك. وصحا فرح مادا مراتي كاينة. غالي وي متعة اوكي. غالي يلا متعة
انت سير في سيارتك وانا في سيارتي، غنتبعك من اللور. قالي نو بلاش ما تعذبي، غنمشيو في سياره وحده. قلتها نو غنتبعك هكا احسن بلاش ما نخليها هنا. اوكي اللي ريحك يلا. توجه لسيارته من نوع رونج روفر، وهي في سيارتها من نوع ميني كوبر. حطات يا زين في الريلاكس للمقعد الامامي، ومن بعد ديمارات ورا غالي. ساعة الزمن تقريبا كانوا في المزرعة، بلاصة سيارة. هزات يا زين بين دراعها وتمشات ورا غالي. تمشاو مسافة طويلة بين الشجر، ومن بعد وصلوا لبوابة كبيرة قدامها لافورة الماء. صحات ليهم الخدامة الباب وتوجهوا للجردة فين كانت جالسة الجدة راضية اللي غير شافت متعة ابتسمات. متعة ضماتها، مدام راضية. راضية بنتي زوينة، مفاجأة زوينة هادي بحالك. متعة اش خبارك؟ الحمد لله ونشكره. شفت فيا زين او كبر على اخر مره شفتو فيها ما شاء الله، بس جبينو شحال عنده دابا؟ متعة 6 شهور. راضيه ما شاء الله، فكرني في سميتو؟ تبسمات يا زين. الله على سميه زوينه بحالو، الله يزين ايامك. راضيه اش تشربي؟ عصير ليمون. لك غالي دار راسو تقلق الميمه، شفتك غير شفتي متعة ونسيتيني. ها راضيه جراتو من خدودو، شكون ينساك؟ غالي بس لها يديها يخليك ليا الغاليه ديالي. جلسوا كي درت شو بعد ساعه تقريبا طلب منها يديروا جوله فوق الاحصنه. عطات يزين للراديه وتوجهات مع الاسطبل، خدها هو حصان وهي حصان ودار جوله في المزرعه. في المساء توجه مصطفى ورجاء وناصر الفيلا ليزامي وما في كامل اناقتهم. استقبلهم احسن استقبال وتوجهوا للصاله. ليزامي مرحبا مرحبا. مصطفى ترحب بك جنة. ليزامي اشار لهم تفضلوا. رجاء يزيد فضلك. توجهوا للصاله. جات وسط الفيلا وجلسوا كي درت شو كي يتبسموا في وجه بعضهم، ما عدا ناصر اللي كان جالس بشموخ حاط رجل فوق رجل، نظارته حاده كيف السقر وملامح خاليه من اي تعبير. تعرفوا علاش مطوي والزعفان ولا هادي؟ مع الدردشه مملت كلمه رجاء. فين هي لينا يا زمي؟ كاينه في غرفتها، انا غرس لهم يكلموها. عشان الخدامه طلعي الفوق قولي لينا تنزل. الخدامه عمرك سيدي طلعت للطابق الثاني وتوجهت لغرفة لينا اللي كانت اوفاس مع المرايا كدير اللمسات الأخيرة. طرقات الباب زوج طلقات وعلماتها تنزل، قلبها كان كيضرب في 90. خدات نفس وخرجت من الغرفة ونزلت مع الدرش كتمخسر فستان في الأسود صدره مكشوف شوية، جهة لاصق ودراعو عريانين وشعرها مموج ومليح ولا ظهرها مع ميكاب هادئ. توجهت للصالون بتسمات بخفة، ما كلفش نفسه يهز عينو في شي فيها، الشي اللي خلاها كتقرص. بدلات مجهود كبير باش تظهر في ابهى حلة وتعجبو في التاني، مخسر عليها حتى شوفها. جلست جنبها دو في الكلام وعينيها عليه. بعد دقائق من الدردشة اتفقوا على يوم الخطوبة الرسمية. مصطفى وهو كذلك، اسبوع الماجي الخطوبة الرسمية واللي غتكون كبيرة ويحضروا فيها شركاء انا ورجال الاعمال مرموقين. مصطفى تماما. بعد اسبوع في المانيا مصعب نرفزة. قلت لك ما غنزلش المغرب، هي ما غنزلش. غالي بليزا متعة متحشمينيش مع مدموزيل يزامي، هي دعاتنا لخطوبتها، عيب رفضو الدعوة وحنا بيناتنا صفقة كبيرة، إذا محضرناش غتولي الحساسية بيناتنا. متعة أنا هاد المدموزيل ما كنعرفها لا من بعيد ولا من قريب، تقدر تمشي بوحدك وجودي ما غيزيد ما غينقص. غالي سي غينقص من قيمتنا إذا رفضتي الدعوة، غتجلسي يومين في المغرب لا أكثر ولا أقل وصافي. يوم قبل الخطوبة باش تجهزي نفسك ويوم الخطوبة وعد غنوفر لك كاع الوسائل الراحة، شي غير وافقي بليزا متعة. متعة مترددة اوف خليني نفكر. غالي ما كاين ما تفكري غتوافقي. متعة غمضت عينها اوف غالي موافقة. ولات شافت فيه هما يومين وبس. غالي تنفس ويه وعد. بعد يومين حطت الطائرة فوق التراب المغربي وبالضبط في مطار سلا الدولي. نزلت من الطيارة ويا زين بين دراعها. اول ما حطت رجليها فوق الارض وبالضبط فوق المطار قلبها تسير عليها وشريط الاغتصاب مر قدام عينها. خرجت من المغرب ولدها في احشائها واليوم رجعت ليه هو بين دراعها. خدات نفس عميق حاولت تضبط اعصابها وشافت غالي وكملت المشي ديالها هو وراها كيشوف كيفاش لونها تخطف. قال اكيد بابا تيازين السبب. كرز على يدو كمل طريقه. كانت سياره من نوع رونج في البيض في انتظارهم. طلعوا فيها وديمار السائق في اتجاه الشقه فين كاينه هدى. بعد ما عطاتو العنوان نصف ساعة تقريبا كانوا قدام باب العمارة. نزلت من السيارة ونزل غالي وراها ها الشنطة ديالها توجه للمسعد وحطها ليها. غالي بقاو على اتصال. متعب اوكي
اول ما فتحت هذا الباب طهرت عليها كتعلق وتبوس، واخيرا جيتي يا الهرابه. خذات منها ياسين اللي غير هزاته وبدا كيبكي، وينو على الخارج ما بغيتينيش نهزك، الله ينعل على حسك. متعه خوي خوي الطريق تسخسخت راه غير ما مولفكش، ود اهزاوت ومشات وراها. هاي 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 على بوحلك، قالت لك ما مولفنيش، هو يوميا كيشوفني فيديو محاطي كيمو. متعه تلاحت فوق الكنابي، عييت يا ربي عييت. حيدا تصبط لحت كل فرده في جهه، وخدات منها ياسين كتسكتو. هدى عاودي ليا شكون هاد خيتي؟ متعه تقيني بعدا نشرب ونعاود ليك. في اليوم الموالي كانت قدام المرايا كتحط اللمسات الاخيره والفستان الارجنتي برز مفاتنها، وخلاها كتبان كانها نجمه من نجمات هوليود. وقفت وراها هدى هزا ياسين وكتصفر بشاه، خلات تيتيز ناري غتخلي طيح اكثر من نايض، خاف على العروسه اللي يخليها الخطيب ويلها توراك. متعه ماضيتي يا خيتي، شافت في زين ياسين حبيب ماما ما ديرش البساله لطاتي، شافت فيها غنردو قبل نخرجو وجمدي نحسي وياك تهري. هدى اوكي شاف. في مكان اخر كانت في غرفتها دايرين بها ثلاثه البنات، وحده كتبرد الدفار، وحده كتماكي الوجه، وحده كتسخر عليهم. من بعد ما كملوا وقفت قدام المرايه كتشوف كيف طلعت، جات قوقه والفستان الباج لاصق ليها بصدر مكشوف. شافت فيهم وتكلمات، تقدروا تخرجوه داخل الفيلا، وبالضبط في الجردة كانوا رجال الأعمال سيدات الأعمال وبعض المشاهير كيشربوا المشروبات، والموسيقى هادئة، وعلى برا أسطول من السيارات الفارية وبعض الصحفيين باغين يديروا تغطية لحفل الخطوبة داخل الفيلا. كانوا عائلة ناصر معهم، ناصر وقف بعيد على الضجيج، توجهت ليه الخدامة وطلبت منه يتوجه لغرفة لينا باش ينزلوا بزوج. طفل قارو توجه للطبق الثاني، غير شافتو توجهت ليه حطات يدها على صدرو ولصقات عليه. شيخي ناصر بعد عليه وتكلم صوت رجولي، يلا نزلوا. في مكان اخر كان غالي وقف قدام باب الفيلا تاع عائله اليزامي كيتسنى قدوم متعب على اعصابه. نزلت من السياره وتمشات باتجاه باب الفيلا بخطوات ثابته تحت انظار الصحافه اللي خداو ليها كذا صوره، كيقولوا مع راسهم شكون هادي. كانت لابسه فستان صدرو وظهرو مكشوف بلارجونتي مع الدابي، وجاب شعرها بمشيطه سابل مع ميكاب سموكي. كملات المشي ديالها وفلاش الكاميرات كيضرب في وجهها، غات عينين غالي على اللي حل فمو فيها وتوجه بخطوات ثابته. وقف قدامها وسلم عليها بلابيس، همس في ودنها جيتي كتحمقي. متعب تسمات ميرسي، شد يدها وتوجه لداخل تحت انظار الضيوف اللي نصهم في الرجال كيشوف فيها، ونص الاخر من النساء كيرمقوها بغيل وغيره كيقولوا مع نفسهم شكون هادي. يلا غترمي الخطوه هي تجي عينيها عليه. كان لابس كوسوا كوسطار في الاسود، جا مطرطق وبرز عضلاتو بشكل مثير، وقف بالنخوة والرجولة ركبها فشلو عليها، ودنها الدنيا مشات وجات بها نفس قاسيم الوجه نفس النظرة. طلعها ونزلها بنظرات ما كتفسرش، بلعت طريقة شافت في غالي ولون وجهها مخطوف، رجعت شافت في ناصر اللي مهزش عين. رفعت راسها كتحاول تضبط أعصابها وكتستجمع قوتها، شدت في غالي وشافت فيه ويدها كيرشفو. غالي متعاملك صافا؟ كتحاول تنفس، انا بخير فين جا الحمام؟ غالي انا غنسول لك. اشار لوحده من الخدامات وطلب منها تاخذها الحمام، تمشات وراها بخطوات متسارعه وصاحب دعوتها متبعها بالعين. اول ما دخلت الحمام سدات الباب وراها، توجهت لافابو كتكب الماء على وجهها ويديها كيترحدو، تكات على الحيط كلها كترجف. يا ربي شنو كيدير هذا هنا؟ بلعت طريقه وشافت في المرايه، خدت نفس عميقه كلمات متها تهتني يا متها تهتني، حتى حاجه ما غتوقع تهتني، ما تخليش يشوف خوفك والضعف ديالك، انت اليوم قويه ويزين هو اللي قواك، ما تخليش كلب بحالو يخوفك تهتني. فتحت ساكا ورجعت حطت الميكاب وشافت في المرايه. بعد خرجت من الحمام رجعت للجرده كتقلب على غالي، بعينها جورها وقرب من ودنها وتكلم صوت رجولي. ناصر كبرتي التجارة ولو عندك زبناء، بلعت طريقها ورجليها كيرشفو، استجمعت قوتها وتلفتت ناحيته بالعرض البطيء. شفت في عينيه بثقة لكن داخلها ربي لعن بي. عفوا ناصر بصوت رجولي، كلبة بحالك شنو كدير هنا؟ ها متعاملة راسها وشافت غالي جاي في اتجاههم، ولات شافت فيه بثقة قربات منه وتكلمات، شكون تحسن قول ليك؟ اذا كنت انا غتقدر تخوفني راك غلط، غمزات وتوجهت لغالي. خسات يدها في دراعه ورفع راسها بشومه وخذ وجهه لمكان اخر تحت انظاره. انت نطلع من السيجاره ودمه كيفور،
توجه الناحيه ديال عائلته وعينيها عليها الشيء اللي خلاها كتوتر وكترتبك بنظراته الحاده اللي كيفكرها في اغتصابه لها. تلفزات على اليمين وعلى الشمال، خرجت من الجردة من الفيلا ككل بخطوات متسارعه، طلعت في سيارتها وكسرت في اتجاه الشقة دهوتا. خلت غالي كيقلب عليها بالحضور. مسافة الطريق كانت قدامها بالعمارة، بلاصات السيارة في الباركينغ وتوجهات للشقة وجليها كيرجفو. لونها مخطوف أول ما شافتها هدى بديك الحالة، جلست كتسقسي فيها مالك مالك شنو واقع؟ متها جلست في الكنابي، شفتو هدى إخ أش داني كاع نمشي؟ هدى بسم الله عليك أشنو شفتي؟ متها باباتي يا زين شفتو كان تسمى، تخيلي الحفل ديالو، حضرت لخطوبته، نفس النظرات نفس القسوة، خفت بزاف خلاني كنتفكر كلشي لحظة بلحظة. هدى حطت يدها على فمها، الله يا ربي واش هذا نير شنو قال لك اختي؟ متها مسحة الدموع، ما غنزيدش الضرب هنا، في الصباح غنرجع لألمانيا، ما بغيتش نزيد نشوفه مرة أخرى صافي. هدى جلست جنبها، بس خافي من والو خلي قوية، ما غيزيدش يقرب منك او يحاديك، البلاد راه ماشي سايبه خليك قويه. متعه شافت فيها، يا زين ما عذبكش؟ هدى بس ابتسمت، نو دغيا نعسك في الملك، طاح عليها الطيم، دغيا جيتي ودغيا غتمشي. متعه انتي اللي راسك قاصح، واو اش كندير انا هنا؟ قلت لك يلا. هدى نو انا مولفه المصحه اللي فيها، ملي غنشد الكونجي غنجي لعندكم. متعه ان شاء الله. وقفات سعيت غنمشي نعس، هدى كتفوح حتى انا يلا سيري تنعسي يلا بون دودو بيبي. متعه بونوي. في اليوم الموالي فقت على اشعه الشمس دافئه كتذعب وجهها، جرت لي زرها هربه منها، بعد ثواني رماتو عليها وقفت كتكسل بعد التعب، ما نعساتش مزيان من كثره التفكير. توجهات الحمام خدات دوش خفيف بدون ما تفزك شعرها، بعد خرجت لها وهي فوطة، يلا غتوجه البلاكر ويفيق يا زين كيبكي. توجهت لي هزاته بين يديها، جلست في طرف السرير كترتع فيه من صدرها، حطاتهم بعد ما شبع بدات كتلبس في حوايجها ودوشات لي زين، لبسات تيشيرت بيضة مع سولبيت جينز كحل وصبر ديالها بيضة، وجمعت الساك ديالو وهزاتو، هزات الساك وخرجت من الغرفة. بعد ما طرفاتها لقات هدى في الكوزينة كتوجد في الفطور، حطات الساكن متها، شدات يديا زين وصغرت صوتها، صباح الخير تاتي. هدى تلفزات ناحيتو، صباح الورد، صباح الخدود المورضة والوجه المنورة، صباح العسل في الطباصل، وينو على الضحيكة؟ خداتو منا حبيب طاطا كيضحك ويضحك لك الخير وجه الخير. متعة جرات الكرسي وجلسات، فكرتيني في العديزات. هدى سيري اش عرفك وينو؟ علقاتو كدور به. متعة تنهدت، اخ صباحة بسخسخة، خدات تيلا واتصلت بغالي، غالي بلهفة، اخيرا شعلتي التالي ديالك، علاش البارح خرجتي بلا ما نشوفك؟ واش قلقك شي حد؟ قطعته، ما قلقني حد، كنت عيانه هذا مكان، انا قطعت تيكي من دابا شويه غنمشي للمطار. قلت نعلمك غالي، عندي لك خبر. متعب اهتمام، خير؟ في مكان اخر، كان جالس في غرفته لابس بينوار في الاسود قاتم، صدره عريان، سيجاره في يده كينتر منها وكيخرج في الدخان من نيفو، كيشوف منحنى واحد. من بعد ما كمل السيجارة حيد البينوار وبدا كيلبس حوايجو عبارة عن كوستر أسود، خلا شميز مفتوحة من جهة الصدر بجوج صدفات، لبس ساعته اليدوية ورش باغفان وخرج من الغرفة، كيتمشى بخشونة ولا دراسو كيف الصقر، نزل الطبق السفلي وحس باغفانو سابقه، شاف فيهم وتكلم صوت رجولي ممزوج بحا، صباح الخير الكل، صباح النور. جار الكرسي وجلس، كانوا دايرين على طاولة الإفطار كيفطرو في صمت. تكلم مازن، حفكر الواعر، كسبنا زوج ديال الزبلاء وزناهم ثقيل في البلاد. مصطفى تماما، شكون ديك البنت اللي كانت مع مسيو مازن؟ رجاء مصطفى شفايفها، كنظن غتكون خطيبته، غزاله ما شاء الله كلشي كنحاضيها. شافت في مصطفى، خديت الرقم من غالي. ناصر كرز على يدو، علاش؟ رجاء رشفات من كاس هاد العصير، باباك بغى يتكلم معاها. ناصر ضاغط على اعصابه وعروق رقبته بارزين، وعلاش بالسلامه؟ مصطفى بغيتها تكون الواجهة الإعلامي للماركة ديالنا الاس كا، غنطلقوا الماركة في هاد شهرين الماجية، علينا كنقلبوا على شي عريضة ما لقيناش اللي تليق بقيمة الماركة. ناصر بصوت خشين، المغرب كامل اوروبا كاملة ما بانت لكم غير ديك، حتى كان غينطق واحد الكلمة خايبة ويردها لفمو، نهد بغضب وتكلم، شوفوا غيره انا ما موافقكمش. رجاء وعلاش بالسلامة؟ البنت ما فيها ما يتعب، خلات كل شي حل فمو فيها، انا مسافقه مع باباك، اتصلت بغالي وخبرته،
ناصر بعد تفكير ابتسم بخبث. اوكي، خليو الامر عليا انا بلا ما تهضر معاها. مازن باستغراب، كيفاش؟ في مكان اخر متعب صدمه، كيفاش؟ نعم، والساعات عينها اشنو؟ فاتو جلسات الغضب مسيطر عليها. واش انت صافا؟ اكيد ما موافقاش. غالي، انا غير قلت نخبرك قبل ما اتصل بك مدام العمراني. ما تتصل ما تتصلش اخر همي، انا طياتي من دبل ساعه ومستحيل نقبل. قطعت الخط، قلت كتغزز في ضفارها من الاعصاب. شفت فيها هدى وتكلمت، اش واقع؟ غلطت من جيت لهنا، والله العظيم الا غلطت بزاف. هدى هدى باستفسار، شرحي ليا. في مكان اخر خرج من الفيلا وطلع في سيارته من نوع رونج روفر في الاسود. عفط عفط وحده، وقف حتى الباب العماره فين كاينه متعه. بلاصه السياره ونزل منها في اتجاه الشقه بخطوات ثابته. متعه هزات ساك يزين وساكها وتوجهت الباب. هدى وراها، شافت فيها وتكلمت، تهلاي في راسك، اول ما نوصل غنتصل بيك. هدى ضمتهم بزوج، غنتوحشكم، تهلاي في راسك. وفي يزين، انا غير نشد الكونجي وغنجي عندكم. متعه ان شاء الله. يلا غتحل الباب ويصوني. شافت هدى، معناها شكون غيكون جا؟ حطت ساك الساكو يزين في يدها وفتحت الباب. اول ما جات عيني عليه ركبيها في شلو، الدنيا مشات وجات بيها. كتشوف في يزين وفيه، والخلعه شاده من صباح الصغير بالعطريقه بعد ما استجمعت قواها وتكلمت، اش باغي مني؟ ناصر كيشوف في يزين وفيها وكيتكلم بصوت خشن. اوهو متعتي ولات ام. شكون باها؟ متعه بالعطريقه، فاش كيهمك؟ غمضت عينيها بغضب وتكلمت، شنو اللي كدير عندي هنا؟ ناصر كيشوف يزين بنظرة حادة. قلت ليك شكون باه؟ هدى دخلت بسرعة، باه في ألمانيا. زائد فاش كيهمك انت؟ واش يدير عندنا هنا؟ متعة بارتباك، اش باغي مني؟ علاش جيتي؟ علاش كتسول فيا؟ ماشي شغلك فيا نتايا. ناصر كيشوف يزين بشك، جيت بخصوص الخدمة. متعة قلبت عينها بعصبية، إلا على العرض غير رجع من جيتي. آخر حاجة نفكر فيها هي تجمعني بك شي حاجة. حمد الله اني ما بلغتش بك البوليس في ذاك الوقت، خليت لك المغرب بطول وعرضه غير باش ما نشوفش وجهك مره اخرى. وجاي عندي بكل وقاحه تقول العرض هذاك العرض سير زيدو في مخك. دابا خوي لي الطريق. ناصر زير على من الفك ديالها بقوه، اش كيحسب لك راسك؟ ها الشي اللي فات ما خلاكش عارفي شكون انا؟ دفعاتو على هدى، بعد منها بعد. مدات يا زين هدى وتكلمات بغضب، اش باغي؟ قلت لك بعد مني ولا غنتصل بالبوليس. ما هي السايبه، كان وقف بالرجولة والكاريزما كيطلع وكينزل في هدى، بمعنى وجودك غير مرغوب فيه. شافت متعة فيه وفهمات، ولات شافت في هدى بترجي. متعة حبيبة دخلي معاك يا زين شوية وغنجي. هدى شافت فيه باحتقار، واخا أول ما دخلت هدى شاف فيها وتكلم بصوت رجولي مزوج بها ونظراته اللي كيف الصقر خسارقها. بما أن ماما خسارتك إذا مستحيل ترفضي، اللي بغاتها السيدة الأولى هي اللي غتكون بدون نقاش. تكلفت من الموضوع، غنقلك المغرب، يعني الخدمة اللي كنتي كديري في ألمانيا غتولي ديري هنا. متعتي بالإضافة للعرض غمزها وابتسامة جادة على شفاه. شافت فيه بمعنى اش كتخرف، عوجت فمها بغضب وتكلمات، راك كتحلم. وبالنهار من الفوق شافت في الساعة، ما عنديش الوقت اللي نضيع معاك، طيارتي بقات لها 45 دقيقة، تقدر تفضل وقتك سالا. ناصر الرحلة تلغات. متعتي شاف الساعة، من دابا لنص ساعة غتكوني في الشركة ديالنا، مادام رجع العمراني غتكون في انتظارك. بنبرة تهديد، أي تأخر منك غنتمك عليه. عطاها بظهر وتوجه للمصعد بخطوات ثابتة. تبعته بالعين حالة فما من وقاحته. نهدت بغضب، جبدت التالي من ساكا واتصلت بغالي كتستفسر منه ثواني ورد عليها. متعة عصبية، واش الشي اللي سمعت بصح؟ نقلت المغرب؟ غالي متعة ماشي بيدي، الشركة اللي غتكون على المحك، بليز وافقي على العرض بعد ما رجع وخلي هادشي سالي. متعب الغصة في حلقة، يعني بعتيني يا غالي؟ يا خسارة، العقد اللي بيني وبينك هنا سالا. وضرب على هذا الرقم، قطعت عليه. أول ما قطعت عليه دخلت للشقة ودمها كيفور، جلست في الكنابي وعقلها ترفع، مبقاش قادرة تفكر. شافت فيها هدى وتكلمات، شنو قال لك داك وجه الكلب؟ متعة تجمعو الدموع في عينها والغصة في حلقة، كل شي سالا هدى، كل شي سالا. هدى جلست جنبها، شرحي ليا. متعة صوتها مخنوق من البكا، غالي باعني عند أول فرصة. رفعت راسها بكبرياء مجروح، هنا غنبقى وغنواجهو، مغنبقاش هاربة في البلدان، ماشي متعة اللي تبقى حياتك كاملة هاربة من هذا، صافي غنبقى. صدرها كيطلع وكينزل بعصبية. هدى بصح، واش كتهضري بصح؟ يعني ما غتوليش ألمانيا؟ واو، طارت عليها كتعنق فيها وكتموت. في مكان آخر
وقفات قدام باب الشركة، نزلت من سيارتها وتوجهت الباب بخطوات ثابتة. خصرها كيميل يمين وشمال، لابسة غوب كلاسيك حد الركبة في الأسود، دروع عرياني مع بنطلون عالي أسود، وشعرها حد الكتف مطلق مع ميكاب خفيف. رافعة رفقتها بشموخ وكتمشى بين الموظفين متعالي. توجهت للمصعد، طلعت للطابق الخامس ثواني وكانت في الطابق. رجعت من المصعد توجهت للمكتب. صوت الكهف كيتصبح كيترطق، كيستمع منين ومنين. غير شافتها السكرتير ناضت قافزة حانية راسها، قالت لها بونجور وكملت طريقها للمكتب. طلقت زوج طرقات خفاف ودخلت. ناصر وقف، ماما رجاء توجهت لي وبسو حبيب قلبي. جلسي ارتاحي رجاء. جرات الكرسي وجلست دايرها رجل فوق رجل. قال لي بابا كنجي باش نشوف الانسة متعة حكا. قال لي سميتها ياك ناصر؟ بعد نص ساعة غتكون هنا. غير حيت انتي بغيتيها رجاء. ابتسمت، الله لا يحرمني منك. علاش ما كتخرج مع خطيبتك؟ ها واش بغيتي المشاكل يبداو من دابا؟ ناصر بصرامة، جيتي لهنا باش تشوفي العارضة ماشي باش نتكلموا على لي نقص ضعها. رجاء اوف منك اوف، ما غتبدلش. شافت في الساعة انيسة متعة غدار غتعطل. ناصر هز التالي وقف، نتي ارتاحي انا غنتكلف. كانت جالسة في الغرفة كتشوف يا زين كيفرك البرجيلات وعقلها كيفكر فين غتخدم، كيفاش غتواجه ناصر وجبروتو. نهدات نهيدة طويلة، خلات في اتجاه البلاكار باش تبدل حوايجها. يلا غتفتح باب البلاكار وهي تسمع رارين التالي هزات وجات عينيها على رقم غريب. دوزات الخط بدون ما تتكلم. ناصر دابا غتكوني في شركة متعة كتحلم. ناصر اذا فهم بلي سخية بصاحبتك المدللة من هنا لعشرة دقائق، اذا ما جيتيش ديك الترسانة صاحبتك غطير من خدمتها. عمرها تحلم تخدم شي بوست متعة، يديها ولاو كيرشفو بالاعصاب. حقير الله ينتقم منك. ناصر ما عنديش الوقت اللي يزيد نضيع معاك، غنصيفط لك العنوان في ميساج. من هنا لعشرة دقائق تكوني عندي ولا ما تلومي غير راسك. وقطع عليها، خليها كلها كترجع بالاعصاب. لحتى لي فوق السرير وردات شعرها اللور وصدرها كيطلع وكينزل بعصبيه. بعد ثواني خدات نفس عميق وتوجهت ليازين. هزات من درعها وهزات تالي، شافت العنوان وخرجت من الشقه. كانت مضطره تاخذ معها يازين هدى في المصحه. توجهت لسيارتها وحطاتو في الرولاكس اللور. طلعت هي القدام، عفطات عفطه وحده، وقفت حتى للشركه. بلاصات السياره وتوجهت لداخل الشركه بخطوات ثابته. يازين بين درعها توجهت للاستقبال، سولاتهم على المكتب ديالو وسالوها واش عندها موعد مسبق. اتصلوا بالسكرتير الخاصه خبراتو بلي كيتسناها. نعتو لها المكتب وتوجهت للمصعد. بركات على الرقم، خمسة ثواني كانت في الجناح ديالو. خرجت من المصعد وتوجهت للمكتب. صوت كعبه العالي كيتسمع ويزين من يديها. شافت فيها السكرتير واشارت لها تدخل. دخلت بدون ما تطرق الباب. كانت رجع كتشرب قهوه، غير شافتها ابتسمات بين مناصر كان كيشوف فيها بنظره حاده وعينيه على يزين. رجع وقفات، مرحبا بك مصحة. ضغط على نفسها، شكرا. رجاء توجهت لبابي، واش هذا ولدك؟ متعة وهي ما طيقهاش، ويه. رجاء باسو في جبينه، ما شاء الله. شفت فيها تقدري تخلي السكريتير تكلم بيه بين ما نهضرو؟ متعة جلست في الكنابي، نو ما كان فرقش ولدي، انا مرتاحة معاه. ندخل في صلب الموضوع. ناصر ما طيقهاش، كيفاش كتكبر على امو؟ حنا اللي غنحدو وقتاش نهضرو وقتاش لا، انتي عليك غير تنفذي وبس. رجاء خرجت في عينيها، ما قصدتش حمبلاش كعارفه علاش تدعيناك. متعة كتخنزر فيها، تماما. رجاء مزيان، اذا ما علينا غير نوجدو العقد. متعة ماشي قبل ما نحط الشروط ديالي المبلغ اللي بغيت. رجاء طبعا من حقك نسمع الشروط. متعة نعرف بعدا نوع المنتج اللي غنعرض. ثانيا حتى شي حد ما يفرض عليا شي حوايج ما باغياهمش، والتعامل غيكون بيني وبينك، يعني حتى طرف ما يتدخل. ولدي غيحضر معايا لجلسه التصوير حكم عندي لما نخلي حاليا وقت مبكى. غنوقف التصوير ونشوف واش نبغى. ولدي اهم حاجه في عندي، المبلغ غيكون بقيمه 100 مليون. خرج عيني وضرب يده مع البيرو بقوه حتى قفز لبابي وجلس كيبكي. وقفت كترالي به عينيه ولو حمرين كيف الجمر، عرقو ديال رقبته ويدو برزو. وقف كيتكلم بنبره حاده، اش كيحسب ليك؟ ضغط على نفسه قدامه، يلا كان باغي يبدا يخسر في الهضره. ماما خلينا على الفيراد. رجاء نو. شفت فيها ما لاحظتيش بلي المبلغ كبير؟ متعة المبلغ ما ينقص، سو شوفوا عارضة اخرى. ناصر من تحت سنانه، هيه. شاف فيها وعيني حمرين كيف الجمر. اوكي مادموزيل متعة، شي شروط اخرى؟ متعة رفعت راسها بكبرياء، نو. هز الفيك واتصل الفيكس اتصل بالسكرتير، توجد العقد دقايق وكان واجد بشروطها والمبلغ اللي طلبات. قراتهم سماعون عاد وقعات، واتفقت مع رجاء تحضرها غدا العنوان اللي عطاتها.
بعد استأذنات خرجت كتميل بخصرها ورجاء متبعها بالعين. رجاء مغرورة بشكل كبير. ناصر زمجر بغضب، أنا غنعجبك فيها غير تسني. رجاء قلتي شي حاجة؟ ناصر نو. رجاء وقفات أوكي. في اليوم الموالي فقت على أشعة الشمس كتداعب وجهها، فتحت عينها بزز ناضت في اتجاه الحمام كتجرف رجليها، خدات الدوش ونشفت شعرها بالسشوار وخرجت لابسة بينوار. توجهت للبلاكار لبست حوايجها، حطات ميكاب خفيف وتوجهت للكونة، كان يدين فايق وكيفرك البرجيلاتو، هزاتو طرفات ليه وحطاتو فوق السرير، بدات كتلبسو في حوايجو ولات هي حوايجها مع وجدت غداها دارتها ليه في الصاك مع فوطة صغيرة وخرجت من الغرفة. بعد ما طرفاتها كانت هدى كتوجد الفطور، فطرو مزوج، مشات هدى للمصحة ومتعة توجهت للستوديو برفقة يزين. مسافة الطريق كانت وسط حي راقي كله في ديلات وفي غير شكون وشكون. بلاصة الميني كوبر ديالها وهزات الرولاكس فيه يزين وساكها وتوجهت لبشي فيلا كانوا واقفين قدام بابها جوج ديال السيكوريتي. خبرات مشكون هي ودخلات، كان ستوديو راقي بشكل كبير وديزاين اوروبي كل شي فيه غزال. استقبلات السكرتير بابتسامة عريضة وراها رجع جات في اتجاهها وسلمت عليها وطلبت منها تبعها. سلمات ام يزين وتبعتها كتميل. كانت غرفة كبيرة معلقين فيها فساتين فخمة بلاصة الميكاب. امرتهم رجاء يبداو يلبسوها ويحطوا لها الميكاب. خرجت في اتجاه المكتب، كانت الكوليكشن كلها فساتين ديال الزفاف من تصميم رجاء وباسم اسكا الماركة. رجاء اللي كانت جالسة فوق المكتب على اعصابها وكتسنى التصوير وكتشوف الفساتين كيف جاو عليها دقائق وكانت متعة جاهزة باش يبدا التصوير. بدات التصوير ورجاء حالة فما فيها جال الفستان كيفتن، بالإضافة كانت كتصور كأنها عارضة محترفة ودات وجابت في الحرفة. جات لبسات الفستان الأول والثاني والثالث ورجاء غير ما كتزيد كتعجب بها. بكى يزين وصل وقت الرضاعة، سمحت في التصوير وتوجهت ليه جلسات واحد الكوع وبدات كتردعو من صدرها. ومن بعد ما ردعات وسلمات لوحدة من البنات وبدات كتصور من جديد، كملت حتى غفر ليها الله. وقفت رجاء وكتصفق بإعجاب، برافو برافو برافو، اختياري كان في محله. متعة كتحيد لي زوكسسواغ ميرسي. مكان آخر لابسة غوب نص شبر في سومو مع صندلة عالية وشعرها الموج باليوح ورا ظهرها، كتميل بخصرها المنحوت في اتجاه المكتب ديالو. فتحت الباب توجهت ليه كان جالس في هيبة وشومغ في المكتب وكيسني على شي ملفات. رمقها بنظرات كلهم مع غضب عاقد حجبانو، كارزة على فمو تمشات في اتجاهو مبتسمة. بدون مقدمات قربت لي وعنقاتو، تفاعلها بالزربة. نحصر بصوت خشين، اش كديري شنو باغا؟ لينا وجهت اللون شاغي مالك؟ نظر وقف بزعف، اش جابك ما شفتينيش مشغول؟ ديزولي ما توحشتك، ما كتجاوبش على لي زابيل ديالي علاش؟ نظر بصوت حاد، ما تبقايش فين ما يسخن عليك مخك، نقزي عندي هنا مين كون مسالي راه غنتصل بيك. لينا تجمعو الدموع في عينها وتكلمات بصوت مخنوق بالبكاء، عارفك ما كتبغينيش، واحد راه غنسيك وغنخليك تبغيني وغنصبر على القسوه ديالك. ناصر كتم الغضب ديالو وتكلم بصوت رجولي خشين، مزيان من عارفه ما كنبغيكش، هكا غنكونوا مفاهمين اكثر. لينا ما بغيتش نظلمك معايا، هاد الزواج راه زواج مصلحه لا غير، باك باغي مصلحته وبا نفس الشيء، انت عارفه بلي قلبي تسد، ماشي اي مره غتحلو هاد المراه ما غتكونش انتي. لينا كاينه ناصر كاينه انا. عزات ساكا وخرجت من المكتب ومن الشركة بخطوات متسارعة والدموع في عينها. جبت السيجارة شعلها ودمو كيفور. في الجهة الثانية كانت متعة في الشقة كتوجد الغدا، حاطة يزين في الرولاكس وشعل الموسيقى هاد أو دماغها مرفوع. بعد ساعات حطت الغدا كتاكل بشوية ودماغها كيدي وكيجي. عيا غالي كيتصل بها بدون رد. بعد ما تغدات جمعت المعنى غسلاتو وهزات يزين وتوجهت لغرفتها، حطاتو في السرير وتسطحات جنبه وبقات كتخمم حتى دات عينيها. ما فاقت هي ولدها حتى جات هدى مع ديك الساعة. تدوها سوايع دخلت بعجاجتها، خلات يزين كيفيق فتحات متعة كتفوه وكتكسل. هدى هاي هاي على مدى من الخميرة شات نعاس، متعة اخ النعاس العشية كيسخسخ. شافت في الساعة حد جيتي؟ هدى جلست بساعة اوف زادونا سوايع هيت. متعة سير سير خدي دوشي وارتاحينا غنوجد الكوتي. هدى واخا الحب. توجهت ليزين باسهم بعد توجهت الحمام، بينما متعة هزات يزين وركباتهم الحمام وتوجهت الكوزينة كتوجد في الكوتي. في اليوم الموالي فقت على أشعة الشمس كتاب وجهها كتقول لها نهضي لها حياة مع الأمل. نعت من السرير كتكسل وتوجهت الحمام، خدت دوشت توجهت البلاكار، قدت حالتها وحالت ولدها ومن بعد جلسوا كيفطروا.
هدى لما سدي معاك زيزو انا خدام خدام حتى الليل. متعه فم عامر مزيان بزاف ودا وين على بخدوت غيدوز نهار معايا. متعه داتو ليها وقفات منك ليه. يلا نشوفكم مع الغدا. هدى ان شاء الله رمات ليهم بوسه في الهواء وخرجت من الشقه في اتجاه سيارتها. طلعت وديمارات في اتجاه الاستوديو. مسافه الطريق كانت داخل الاستوديو وبدات خدمتها. كل مره رجع كتزيد كتعجب بها اكثر واكثر. بعد ما كملت طلبات منها تلحق عليها المكتب، حيدت لاغوب والميكاب ولبست حوايجها وتوجهت للمكتب. وي مدام رجاء، رجاء اولا تبارك الله عليك، بغيت نعلمك الحفل غيكون نهار الاحد ان شاء الله، انت ضيفه الشرف، بغيت نعلمك باش يكون في بالك. متعه شكرا على ذوقك مي، ما نقدرش نحضر. رجاء عقدت حجبانه وعلاش؟ متعه عندي البيبي وعندي اللي ما نخليه. رجاء ابتسمت، هذا ما كان البيبي حلو سهل، غنبعث لك وحده من الخدم اللي عندي تكون معاه. لقات كدير تعتذر ما حاملاش تزيد تشوف، ولكن قالت هذه فرصتي باش نبين ليه بلي ما خايفاش منه. شافتها وتكلمات اوكي. في مكان اخر كان واقف لا تيغاس كيكمل كيخرج في الدخان من نيفو ودمو كيفور. خمم ورجع كيخمم كيفاش غيهرس الكبرياء ديالها ويخليها مدلوله. بعد التفكير ترسمات ابتسامه خبيثه على شفاه طفل قارور في عرسو الكبرياء. بعد 3 ايام كان المساء، كانت جالسه قدام المرايه كتوضع اللمسات الاخيره. اذا ما كملات وقفات كتشوف كيف جاها الفستان وراها هدى هزا ياسين وكتستفسر كتصفر باعجاب. هدى واو على تيتيز غتخلي طايح اكثر من نايض والنايض فاتيكي. متعه كتقاد الفستان من جهه الصدر وما زيديش فيه. هدى بلاتي بلاتي حطت ياسين فوق سرير وتوجهت البلاكار ديالها. خدات منه واحد الفرير في بري في الاسود ومداتو ليها. هاد الفورير غيجيك خطير مع لاغوب نيت ريح محرك برا ملي تدخلي للحفل حيدي. متعه لحتو على كتافها ميغسي الحب. توجهات ليازين هزاتو من دراها طبعات قبلها في خدو خلات اثر العكر فيه وتبتسمات. متعه حبيب مامي ما تظهرش طاتي هدى. هدى خداتو منها غير خليه دابو راحه. هزات بوشيط فيها التالي والعكر وخرجت من الغرفه. صوت الكعب اللي لابسه كيتسمع منين ومنين. وراه هدى هزا ياسين شافت فيهم ولاحت ليهم بوسه في الهواء وخرجت من الشقه والعماره في اتجاه الميني كوبر ديالها. ركبت فيها وديمارات في اتجاه الاوتيل اللي فيه الحفل. نصف ساعه تقريبا كانت قدام بابو اللي كان بسطوه كيف السيارات الفارهه. الميني كوبر ديالها اللي مقرده فيهم وحشد كبير من الصحافه والبوديغارد منتشرين بلباسهم الرسمي الاسود ولا كيتفودنيهم. نزلت من السياره في اتجاه الباب خطوات ثابته رفع راسها بشموخ خصرها كيميل مثيرة. أول ما دخلت الحفل اللي كان في حديقة الأوتيل كاع الأعين تسلطات عليها. تمشات وسطهم بتعالي وشموخ وعينيها كيشوفو القدام وابتسامة خفيفة على شفاها. جات عيني عليها رمقها بنظرات كيف الصقر وقف بهيبة أعين البنات عليه من بينهم لينا اللي كتحيض وكتبيض قدامه هو ولا مهتم بها. عيني على فريسو نتر نطرة من السيجارة وزمجر بغل. غير صبري غير صبري غنشوف شكون غيضحك في الاخر. لينا بيبي قلتي شي حاجه؟ نصر بصوت خشي لا. لينا شافت فيه وشافت اتجاه متعه. اوه العارضه ديالنا جات. تلفت رجاء ناحيه متعه وابتسمت ابتسامه ساحره وتوجهت ناحيتها بخطوات ثابته. متعه بونسوار. رجاء بونسوار مادموزيل متعه. اشارت ليها تفضلي معايا. حنات متعه راسها بلا باقه وتمشات وراها كتميل بخصرها ورافع رقبتها بشموخ وعينين صاحب دعوته من حقينها. هزت لها وتكلم صوت رجولي نفذ شنو طلبت منك شخص امرك سيدي. قطع الخط وخشى التالي في الجيب وتمشى بخشونه وسط الحضور والسيجار في يدو وراه لينا لاصقه فيه خايفه عليه من البنات اللي غياكلوه بعينيهم. بعد دقائق كانت واقفه بوحدها شادت التالي كتهضر مع هدى فيديو كتوريها الحفل اللي كان فخم راقي بشكل كبير. بينما هي كتكلم وكتضحك قفرها شاب في 30 من عمره تقريبا شاب. بونسوار. مساعات لفتات بالعرض البطيء والتلفيتها. بونسوار شاب من يدو انا انس ممكن تشرفيني بمعرفتك؟ مساعة قطعت الاتصال مع هدى وحنا تراسة بلا باقة بعنا متشرفة ومدات يدها كتصافحو. كان كيتكلم على عدد الشركات اللي عنده وعدد السيارات عند بالو غطر بالفرحة وتقول همزة هادي ساعة غير ضيع الحجرة. هو كيهضر وهي كتشوف اتجاه اخر. فرح ليها طنطون ديال دماغها ميلات راسها نحيتو وتكلمات. كانت تستأذن فرصة سعيدة. قبل ما يرد طارت من حداه توجهت الحمام كتقاد العكر من جديد. سدات الباب وراها تقابلات مع المراية وكتنقر أوف
اوف على حفل شحال ممل، كنت داك الفلوس غير عطيهم ليا بلاصه هذا تبدير والخو الخاوي اخ يا ربي كيعطي الفلوس غير اللي ما عنده دراس. ناصر وقف وراها، الدراس هما اللي غنشتت لامك هنا. طاح عليه كلامه كيف الصاعقه، رفعت راسها في المراية بالخف، خرجت عيناها كالوقف وراها بحال قابض الارواح كيرمق بنظرات حاده. زفرات وعصبيه وتكلمات، علاش جاي مورايا؟ واش ما عارفش بلي هذا حمام ديال النساء؟ ناصر ببرود، عارف كيف ما عارف مزيان بلي انت وحده ما كتسويش متعة. هي امك نيت قبل ما تكمل الكلمه نزل عليها الوجه طرخ. ناصر زير على الفك ديالها، عند بالك داك الشروط اللي حطيتي والمبلغ اللي عمرك حلمتي بتشوف فيه اي مره مورو الكرام؟ نو متعتي غدفعي الثمن ديالهم كيف ما دفعتي ثمن سكوتك على الجريمه السقيطه. دفعها حتى تهزوت لوها، ماشي ناصر العمراني اللي تلواليه من انتو مازال ما تعرفتينيش مزيانه زوينه. متعة رفعت راسها وشافت وسط عيني، تسلي مازال ما كتعرفنيش تايق بيا، كتعرفنيش حسن ليك تبعد على طريقي ولا غندمك. ناصر كنتسناك تندميني، غمزة وخرج وخلاها مغدى عليه. فتحات المغسلات وجهها كتحاول تبرد عليها وتكالما، من بعد نشفات وجهها مزيان ورجعت قدات الميكاب وخرجات. كانت رجع واقفة مع مراها في الخمسين من عمرها، معاها شاب في الثلاثينات من عمره تقريبا، وسيم صاحب بنية رياضية كلبس كوستار في البلونوي مع بابيون واو وكيشوف متعة بنظرات ما كتفسرش. شافت في رجاء وتكلمات ابتسامة على شفايفها، رجاء غنقدم لك مدام متعة. شافت متعة، متعة هذا مسيو رياض والأم ديالو مدام نجاة. متعة حركت راسها بلا باقة متشرفة. نجاة ابتسمات، شرف ليا تبارك الله عليك، شفت صورك في الغلاف المجلة حقيقة راك أجمل بكثير من في الواقع. متعة ابتسامة ساحرة، شكرا لذوقك مدام نجاة. رجاء شافت لينا جاية في اتجاههم، وهذه حبيبة قلبي وكنتي في المستقبل، كنقدم لكم لينا اليزامي خطيبة ولدي ناصر. نجاة تبارك الله غزالة. رجاء شافت في لينا، خسرتي الفوتسال اللي غتلبسي في العرس من بين فتاتي اللي عرفت مدام متعة. لينا بتعالي نوطاتي، انا ما غلبسش فوتسال اللي لبساتو قبلي شي وحدة، فستاني غتصميه لي انتي طبعا، ولكن ما تشوفو حتى عين حتى النهار اللي غيشوفوني لابسه. نجاة عندك الصح. متعة حسات بالملل هي وسطهم، كل وحدة كتبان على الاخرى، والشخص اللي واقف معاهم كان مشغول كيهضر في التالي. سحبات منهم بعد ما تمنات لهم ليلة سعيدة وخرجت من الاوتيل حاسة بالعيا والملل. فتحت الميني كوبر من بعيد وتوجهت ليها بخطوات ثابتة، طلعت فيها وديمارت في اتجاه الشقة. اول ما وصلت للطريق الرئيسية لقات قدامها البراج والبوليس كيفتشوا السيارات، وقفت شادة صف بتذمر. نتوما اللي ناقصيني في هاد الساعة. فتشوا السيارة الاولى الثانية الثالثة وجا دورها هي، خداو منها الوراق تأكدوا منهم وبداو التفتيش بين ما هي كانت كتهضر مع هدى. قطعة صوت الشرطي كان هاز شي حاجة في يدو من وهي في ميكا، قدات حجبانها وكتقول شنو هاد الشي. الشرطي الاول سيدي لقينا هادشي في السياره. الشرطي الثاني بصوت خليط شنو هذا؟ الشرطي الثالث الحشيش نعم سيدي. متعة خرجت عينها مصدومه شنو هو؟ الشرطي الثاني بسخريه تبارك الله تبارك الله تفضلي تفضلي معنا. متعة رجليها بداو كيرشفوا، لا لا راك فاهم غلط، هادشي ماشي ديالي ويلي اش غندير بها انا؟ الشرطي الثاني نهض فيها، حتى للمركز وغنعرفوا واش كديري به، يلا تلقي راسك. داخل السيلون اللي مقصد بالبنات من جميع الشرائح، هل مشدود على الضرب والجرح، هل مشدود بتهمة السكر العلني. أما الفئات الأخرى اللي بتهمة الدعارة مجموعين في كوا واحد كيطلعوا فيها وكينزلوا فيهم، اللي كتقول أكيد هذه منا مشدودة على الفساد غير لباسها راقي علينا، وكاين اللي منهم كتقول غزالة ما تسهلش هاد البلاصة، بين ما هي مكمشة في واحد الكوا وقلبها كيضرب ودماغها كيتفلاشا بالتفكير. توجهت ليها وحدة من دوك البنات كتميل بخصرها وسط كسوه نص شبر في الاحمر وصدرها خارج والمسكه ديال الفلاش كتلوك بها بين ضروسها. فات قدامها وتكلمت، ايه غتنوضي تهزي حيدي ديك الكسوه خدي هادي. اشارت لي لابسه تلقي راسك. متعة رفعت راسها، عفوا دارت لعندهم كتضحك بطريقه مقززه قالت لك عفوا اخت خارجه من مسلسل مكسيكي وتلقي راسك. متعة نرفزة، غدوري تحيدي من قدامي راه ما ناقصكش انت هاد الساعه، قالت لك نحيد الكسوه الشاب الثاني تبهدلتي يا سوسو على اخر ايامك ما نبغيهاش لك. سوسو وسعت عينها على اخر محلات فما، شنو عاودي اش قلتي؟ غمزات اللي وراها وتلاحت عليها على الشعر بدون مقدمات. جرات متعة من الشعر وكتجرف الشعر وتعربط، استجمعات متعة قوتها طلعت معها هي بركله الكرش ونحتها في الارض وجات فوقها كطرش فيها كاع الجنون اللي فيها خرجاتهم، بينما هي كطرب فيها
جمعوا على البنات، وحده كتنزف وحده كتركل. كيف قالوا سيادنا الوالا، الحميه كتغلب السبع. طاح سموس على الارض وتكبوا عليها كاملين كدبان. وقفات سوسو كتجمع شعرها وكتغوت، حيدوا لها الكسوه. بدات كتحيد لها الكسوه اللي نص شبر اوفر بزاف، لحسها في الارض. خدات الكسوه اللي حيدوها لموتها ولبساتها، وبقات غاديه جايه فرحانه. والمجموعه اللي معاها كيمدحوا فيها، بينما موسى خدات الكسوه الاخرى لبساتها ورجعت شعر اللي قاعد تنسف اللور بنا الفازه. يلا لبستها ويتفتح الباب وعيط الحارس باسمها. وقفات وتوجهت ليه، امرها تبعو وتبعتو من اللور. وقلبها غيخرج من بلاصتو من كثره الخوف. اول ما وصلت المكتب جات عينيها عليه، جالس بخشونه كاريزما وعيني عليها كيطلع وكينزلها بنظرات كيف الصقر. وسعت عينيها على الاخر ويضرب لها طن في دماغها باللي هو مولا المشكل. بينما هو تبسم بخبات وتكلم بصوت رجولي، كيف جاك السيلون؟ وتعالى الله ياخذ فيك الحق، كيفاش مشيتي ليا من بالي؟ اكيد هاني فعيل الرعاوين ديالك. ناصر بخشونه، اوه ما تقوليش ليا ما تهلاوش فيك. كيطلع وينزلها بالسيفزاز نواتك الاحمر. مسحه كتغوت، قولي اش باغي مني. ناصر حط العقد فوق البيرو، اذا باغيه تخرجي من هنا غتوقعي على هذا العقد سو غتبقاي بين هاد الحيوط مده طويله طويله بزاف. خدت العقد بزاف كتقرا فيه وكتوصل في عينها كل حرف، وكرز على سنانها بعصبيه. رماتو في بيرو تكلمات بغضب، ما تحلمش كتسمع ما تحلمش. ناصر ظهر لي السيلون عجبك وغمزها. متحة جلست في الكرسي ورجليها كيرشفو، ياك خديتي اللي بغيتي مني هادي عام وزياده، اش فكرك فيا؟ شنو باغي مني؟ ناصر بصوت رجولي ونظرات حاده، باغي نكسر كبريائك المزيف ونخليك تحت صباطي وترجعني رحمك. متعه رفعت رقبتها بشموخ، ما تحلمش واخا تسجني تحت الارض، عمري نترجاك عمري حتى لو وقعت على 100 عقد. ناصر ايوا حنا غنشوفو، وقف اذا باغيه حريتك، وقعي اذا ساخيه بحريتك. بقاي هنا عندك 5 ثواني التفكير. 1 2 قبل ما يكمل 3 طرت على الورقه وقعتها. شات فيه شوف هاد القتيله بدوك العيون اللي كيسلبوا القلوب، الا قلبه اللي كيف الحجر. اول ما وقعت تبسم بشر وتكلم بصوت خشن، مرحبا بك في جحيمي. كانت لابسه بيجاما كولون كحل وتيشيرت ديالو في الاحمر فيها ميكي ماوس في الكحل، وجمع شعرها بشكل عشوائي ربع رجله فوق السرير، حاطه يا زين في حجرها. وانفاس معاه هو داك كتعاود نفس الاسئله بدون ما تكل او تمل. ويلي ويلي ولد الكلب واش وقعتي نيت؟ متعقلبات عينها بعصبيه، اوف يا هاد المكلخه 10000 مره قلت لك تزبلت وقعت، منين كتسمعي منين؟ ودا اش داك توقع هي البهيمه؟ والله لا. ويلي شنو دار؟ متع واش غادي ندير؟ اش غادي ندير؟ ودا ويلي سافل يختفي في كل شيء حتى في اصعب المواقف كيعطيك الويل. اوف اش غنديرو دابا؟ متع عرفت صدرها كترد ياسين، ندير يلا غنمشي غدا للشركه وغنبدا معاها بالحق. غير صبر عليا، الا ما ندمتو راني ماشي. متعه بقى عندي ما نخسر والو، خصني ندمو. هدا باهتمام اش غديري؟ صغرات عينيها ولوات فمها، نشوف نوع الخدمه بعدا وديك الساعه غنشوف. في مكان اخر في المساء داخل ملها راقي، كان جالس بهيبه وشموخ فوق الكنابي الجلد الافعى في الماغو. شاد كاس د الويسكي بيد ويد فيها سيجار، حاط رجل فوق رجل كيرتاشف من الكاس، نظراتو كيف الصقر. وانفاس معاه جالس رياض بهيبه ورقي، حاط رجل فوق رجل، كاس د الويسكي في ايدو كيتكلم بشويه بهدوء. ناصر كيسمع ليه وكيحرك شفاهو مره مره، كيرد على قد الكلام اللي يسمع. اما البنات اللي في الملهى بقاو بالعقل كيشوفو في ناصر وصامت والطاغيه، ومره كيشوف في رياض ورزانتو. ناصر تبسم، اوكي اتفقنا، بقى خاص غير نوقعو العقد. رياض تبسم بدورو، تماما. ناصر اوكي غدا ان شاء الله غنتسناك في المكتب مع 8. رياض وهو كذلك. في مكان اخر كانت واقفة في الكوزينة كتوجد العشاء سباكيتي بالكفتة، ودا حاطة يازين في رولاكس كتحرك فيه ماشي ناس وكتكلم في نفس الوقت. ودا هي غدا غتمشي، وساعة كتحك في مطيشة وكتهضر. وي ودا اخ مرتاحاش تكوني معاه، اجي وإدا شك بلي يازين ولدو. متعة وا بلا ما تنبهيني سنتية. اوف تصدق جرحت صبعها بالحكاكة حتى داز الدماغ وتات. اهي يعطيك الجل مانع على فالك تما باش غيعرف. كتمص في صبعها، اوف تقصحت ناري على افكار كيدور في الدماغ. دماغك ديال المكلخ شنو ما يخليه يشك. هدا شنو غتلبسي منين تكوني غاديه؟ متعة تلفسات بالعرض الباطي ودارت يدها على نصها. البس تكشيطه الخضراء هذيك المحجره ظهرها مشبك عرفتيها، وغنضرب معاها طالون فلون بالخياطه، وغنمشي عند سعاد مولات الصالون نضرب ليا شي مكياج دايز والكلام. اش بان لك؟ هدا عوجات فمها كطنزي على جداك.
متى تشتات بالضحك. بقاو مني منك حتى نوضوها. هزات وداي ياسين بالريلاكس ديالو وتوجهات لغرفة النوم. تاتو ردها ونعس. عاد رجعت عند متعة اللي كانت غتحط العشاء. تعشى وهاد رجعت كتسائل اسئلتها الغبية المملة ومتعة كتجنن معاها حتى نص الليل. عاد نعسو. اصبحنا واصبح الملك لله. فقت على صوت ياسين كيبكي باغي يرضع. تحل العين وسدت عين. توجهات للكونة وهزاتو ورجعت للسرير تكمشات هي وياه. كتردعو من صدرها. بعد ما رضعها رجعاتو للكونة. توجهات للحمام وخدات دوش. دور ما تفزك شعرها وخرجت لها وياها الفوط عليها. توجهات للسشوار نشفات شعرها وصيباتو وبدات كتلبس حويشه. لبسات حتى سميكاب. دخلت عند هدى كتفوه شعرها مجموعه بشي العشوائي. هدى توجهات ليادين صباح الخيب ويلي ويلي ويلي. هزاتو وكتبوس فيه متعة كترش في البارفان. الحمد لله اللي هاد السيمانه راك خدامه الليل غتبقاي بعدا معاه. خاص نشوف شي حضانه نبقى نحطو فيها. هدى غنشوف الحضانه اللي في الحومه كنعرف مولاها غير تهلا فيه. متعة مزيان حتى نجيو نمشيو نشوفو كي دايره من الداخل. عاد نهضر معاها. هدى اوكي متعة باسو باسه في خدها. يلا باي. خرجت من الشقه ومن العماره في اتجاه الميني كوبر ديالها ودمرت في اتجاه الشركه. مسافه الطريق كانت قدام بابها. بلاصت السياره وتوجهت للداخل بخطوات ثابته. رفعت رقبتها بالشموخ كيف العاده. توجهت للاستقبال عطاتو باسمها وطلبو منها. طلع للطبق السادس عمر من ناصر. شكلاتو متوجهات للمصعد وهي كدعي فيه. ثواني وكانت في الطابق. كان قدامها جناح فخم راقي بشكل كبير. طابي غوش في الكولوار حتى لاخر الممر. وارضية كتلمع من رخام راقي من نوع خاص. وانفاز معاها كان مكتب سكرتير لابسة ميني جيب نص شبر وفيست مزير عليها وشميس تحت لافيس في البيض مفتوحة من جهة الصدر. خلاتو كيبرز بشكل مثير مع الشعر موج. عيون ساحرة مجبدة بالايلاينر وشفاه منفوخة بشكل مثير محمراهم احمر شفاه. طلعاتها ونزلاتها وتكلمات بصوت كله انوثة. انتي مدام متعة؟ متعة وي سكرتير. اشارت لها. تفضلي مسيو ناصر في انتظارك. تمشات متعة في اتجاه المكتب انوثة وخسرها كيميل. كعبها عاطي الصوت في كل ما كتحرك. كيتحرك شعر الحريرة ولظهرها بشكل مثير. طلقات زوج طلقات خفاف. حطات يدها ناعمة الملمس فوق البانيو وفتحات الباب. رمات الخطوة الأولى وراسها مرفوع بشموخ وصداتو من وراها. توجهات للمكتب. كان جالس في الكرسي بخشونة وهيبة وحتى بالظهر وريحة البارفان الرجولي مالية المكان. تلفت لها بالعرض البطيء ابتسامتو الساحرة على شفاهه ورمق بنظرات كيف الصقر وستيلو في يدو كيلعب به. توجهات للكرسي وجلست برقي ورجل فوق رجل وكتشوف فيه ابتقام دون خوف أو رهبة. طلعها من رجليها حتى لخصلت شعرها. ناصر بصوت رجولي خشن. شكون قال لك تجلسي؟ قفات ويا ضغط على اعصاب حاسه بلي في اي لحظه غتفجر فجوه. ناصر بخشونه. خدمتك غتكون كتالي سكرتيرتي الخاصه. اي حاجه غتطلب منك غتنفذيها بدون تردد واي اعتراض والا مصيرك راك عارفه مزيان. ابتسمت بزز وحنا ترسى بالايجاب. شي اوامر اخرى؟ ناصر تبسم من جنب بخبت. سيري جيب لي القهوه قاصحه بلا سكر. نهدت نهيدة خفيفة وضغطت على أعصابها. هزت حقيبتها اليدوية وخرجت من الغرفة تحت أنظارو. توجهت للسكرتير اللي كانت كتجمع قشها واحد الكرتونة شافت فيها وتكلمت وهي مازال كتجمع. من اليوم هذا هو المكتب ديالك. متعة حطت ساك فوق البيرو في العصارة القهوة. سكرتير أشارت لها. غتنزلي الطابق السفلي وغتمشي على يدك لي من حتى لخا الممر وغتلت الدور على اليسر كاينة تما كافي. متعة تنهدت أوكي شكرا. حيدت لافاس اللي كانت لابسه والفوره اللي كانت حاطه على راسها وتمشات في اتجاه المصعد كتميل بخصرها بطريقه مثيره وبركات على السير ونزلت حتى للطبق السفلي. خرجت توجهت لكافيه الشركه بخطوات ثابته. اما في الطبق السادس كان واقف كيشوف الجدار الزجاجي اللي كيطلع على الطبق. على الجدار كيطلع على المدينه وسيجار في يده كل شويه كينصر منه كيخرج الدخان بين شفاهه مره اف ديالو. بعد دقائق قلال حطت يدها على الباني ولي الثانية هزبها فنجان القهوة. كان عطاها بالظهر وقف بخشونة وسيجار في يده. من خلال الخطوات عرف بلي قربت توصل ليه. تلفت بالعرض البطيء ابتسامة خبيتة على شفاهه. حط سيجارة وعينيه كيتفحصوها كل جزء من جسدها جسمها بطريقة وقحة. توجه للمكتب خطوات رزينة. جلس برجولة ورقي وعينيه مازال كيتسارعو في منحنيات جسدها المغري ولا كيتفجر بالأنوثة. حطات الفنجان فوق القهوة. القهوة فوق المكتب قدامه ورجعت بدوش خطوات اللور. مدي تهز الفنجان بين اصبعه وجهه شفاهه. اول ما شاف منه بثقب الخف وخنزر فيها.
اش هاد الزمر؟ كتمات غضبها، حسن الفاظك، حط الفنجان من يدو وطال عليها قجة حتى عينها تقلبو وروحها غتخرج قربها من وجهو حتى تخلطو انفاسهم. هي كتفركل بين يدو وكيتكلم بين سنانو بصوتو الخشن، نبرتو الحادة. عاودي اش قلتي؟ كيفاش كتهزي صوتك عليا؟ تفعات جات طيحة، طحت يدها على رقبتها وكتحاول تلتقط انفاسها، كانت غادي تقنق. هزات في عينيها وكتحس بالغضب كيطير منهم قبل ما تتكلم، شافها بدوك النظرات ديالو نطق طايره يبدل ليا القهوه. وقفات صدرها كيطلع وكينزل بعصبيه، مشات للمكتب وهي ضاغطه على اعصابها. هزات داك الفنجان، خرجت من المكتب بخطوات متسارعه، نزلت عاود للطبق الاول وتوجهت للكافي. وهاد المره طلبات منهم هي اللي توجدها باش ما يحلش فمو. في الاصل قهوته كانت كيف كيشربها ديما، غير بغى يمد يده ويهز صوته وخلاص. دقائق قلال كانت قدام باب المكتب، تهندت نهدات نهيده خفيفه وطرقات. في مكان اخر كانت في المول كدير شوبينغ مع حماتها المستقبليه، جات عينيها على فستان واعر سكسي ومثير في الاحمر. توجهت لي الابتسامه على محياها، شافت فيها رجاء وابتسمت بدورها. هاد الفستان حمقني رجاء، غيجي معاك. لينا هزاتو بين يدها غلبسو من عرضني ناصر العشاء. رجاء ابتسمت، الله يسعدكم يا ربي. لينا تنهدات برتيح، امين. توجهت لاكاس تخلصو، رجاء وراها كتمشي بخطوات ثابته. خلصو وتوجهو للكافي اللي في المول وجلسو كيدردشو. رجاء تنهدات بضيق، اوف مازين خدا ديك خيتي وانا ما راضياش على هاد العلاقه بالمره. لينا حقا شكون هي؟ واش من شي عائله معروفه؟ رجاء بالاستهزاء، قالت لك من عائله معروفه. لينا باهتمام، حكي ليا. جلس في الكرسي وحاط رجل فوق رجل، توجهت ليه والفنجان في يده وكطلب ما يتدمرش. فعل لي عاود ينزل ثاني، يلا غتحطو. يطلو عليها رجليها وجا الفنجان فوق حجرو، نط قافز كيتشوى، وجهو حمر وعينيه كيجمر، دور عيني ناحيته والغضب كيطير منهم بين سنانو. حمارة مكلخة، وصحاها لابسة الضحكة، سمح ليا ما شفتكش. نهض فيها بصوت خاشن مزوج بنبرة قاسية، اش كتسناي؟ اجي مسحي ليا هاد الزعتر هذا يلا تلقي راسك. طح ليها الامر ديالو بحال الصاعقة، كيفاش غتمد يديها وغتمسح لي؟ ما هي اخذ ورد مع نفسها، قفزها من جديد وامرها تمسح. بقات متردة، وفي الاخر تما تغادا جهت فين كاين فوطة صغار، خدات فوطة وجاية كتقرب ليه. مع كتقرب ليه تلقات عيونهم كيشوف فيها كتشوف فيه، كيتنفس بصعوبة خصوصا فاش رفعت راسها تجاهه. دفع عريقو بالعريقو ودفع يدها بعيد عليه وامرها تخرج. نحصر بارتباك، خرجي برا. ما عودتهاش معاه، هزات الفنجان وطلقت رجليها للريح. اول ما خرجت جلس في الكرسي كارت على يدو، مد اليد اليمنى ناحيه الازرار كيفتح الزر الاول الثاني الثالث. رفع راسو كيلتقط انفاسو ودخل دوامه في التفكير. شنو واقع ناصر؟ شنو واقع؟ كيفاش ضعفتي قدامها؟ وقف زعفان، هز لافاج ديالو وخرج من المكتب خطوات متسارعه ناحيه المصعد بدون ما يبذل مجهود ويتلفت. طلعت ونزلات عوجات فمها، رمات يدها ناحية حقيبتها وخلات منها التالي واتصلت بهدى كطمئن على ولدها. في المساء كانت داخلة في صالة مربعة، رجليها فوق الحاف وجنبها طاسة الفوشار، كتنقب منها وعيني على التلفازة وهي زين في حضنها. وحدها هدى مربعة رجليها كذلك وكتسولها سؤال مورا سؤال بلا ما تمل. هدى صغرت عينها، قولي شنو المخطط ديالكم؟ متعة ميلت راسها ناحية هدى وتكلمت، اليوم بدون قصد عرفت نقطة ضعفه، وعلى هذا الأساس غنخدم على الإغراء، غنخليه يشوف فيا ويبغي يحمق عليا وما يوصلش ليا. غنخليه 100 مرة ومرة في النهار يبغي يقرب ليا وما يقدرش يقرب ليا، وغنخليه يجهل. ولكن ماشي هذا الهدف ديالي، غنطيحو فيا وخليه يغرق لشوشتو معايا، ومن بعد هو غنخرج من حياته ونخليه كيف الحمق سالفو بالعقل. هدى كتلوي في شعرها على صبعها، هاد الشي زوين، تشوق تشوق بزاف بصح دير، ولكن ردي بالك ناصر راه ما ساهلش. متعه ابتسمت معايا، ما تخافيش عليا، غنحسب لكل خطوه ألف حساب. كتفوه، جاني النعاس. ودا شافت فيا زين، وينو زين النعاس؟ متعه وقفت وهزاتو، يلا يلا نخمدو طفي معاك ديك التلفازه يلا. ودا اوكي. اصبحنا واصبح الملك لله. شرقات شميسها كتبرق معلنة على يوم جديد. كتسلل الأشعة لغرفة بطلتنا اللي كانت فايقة مبكرة، كتردع فولدها من صدرها ويديها بغسلات شعره الناعم. ردعات وتكاتو على الخدية ديالها وطلقات ليه الموسيقى هادئة وتوجهت الحمام. خدت دوش خفيف بدون ما تفزك شعرها، خرجت لابسة بينوار
تمشات بخطوات تجاه البلاكار، فتحته ونفخات شفاها بشكل مثير. كتخمم شنو غتلبس، شات عيني على كسيوة زويونه، ترسمات ابتسامة مهكرة على شفاها، مدات يدها في اتجاه الكسو، هزاتها وهزات معاها دبيات في الكحل، وتوجهات للسرير حطاتهم فوقو. بدات كتلبس، كتلبس بالخف، وتوجهات للمرايا لحد شعرها المموج ورا ظهرها. بدات كتحط الميك اب، بعد ما جبدت عينيها مزيان حطات الفغاجو، هزات احمر شفاه من هكاة الفراولة حطاتو على شفاها اللي كانوا منفوخين بشكل مثير. حطات الاحمر شفاه ومدات يدها لزجاجات العطر، ريحة الفراولة تاهي، ورشات جوج رشات في القبسة. وقفات قدام المرايا كتشوف الفستان اللي جاها صاروخ، ترسمات ابتسامة ماكرة على شفاها، وتوجهات الحذاء اللي كان بالكعب العالي في الأسود لبساتو، وتوجهات الحقيبة اليدوية، درت فيها العكر والبارفا والتلل، ومشات ناحيتي زين بهسو حتى خلات لي أثر شفاه على خدودو كيف ديما. وخرجات وصات هدى عليه اللي من حسن حظها هاد الأسبوع، راها خدامة الليل يعني غدرت البال يا زين. نزلت للطابق السفلي وتوجهات الميني كوبر ديالها وطلعت باتجاه الشركة. مسافة الطريق كانت قدام الباب بلاصة السيارات، وجهات لداخل كتميل خزرها يمين وشمال، وجسدها المثير كيتفجر بالأنوثة. خلات الموظفين حالين فمهم ونصهم كيشوف فيها، كتمشي ورقبتها مرفوعة كيف ديما. توجهات المصعد وبركت على زر رقم 6، ثواني كانت في جناحه الخاص اللي كانوا كأنه جناح ملكي، البطخ واضح عليه. توجهت المكتب، حطت الساك ودارت رجل فوق رجل، مدات يدها السويق ديالها، خدات منه احمر شفاه ومرايه صغيره، وبدات كتقاد من جديد. وبعد ما سالت جمعت شنيفه على شكل بوسه وابتسمت. اول ما جمعت العكر والمرايه بان قدامها ناصر بهيبته المعتاده ورجولته الطاغيه، جات عينه على صدرها اللي كان مشدود وبارز بشكل مغري بالعريق، وتوجه للمكتب الخاص بدون ما يطول فيها الشوفة. بعد 3 دقائق تقريبا جاء الامر منه عبر الهاتف باش تجيب ليه القهوه. نزلت للطبق السفلي، مشات للكافي، اعين الموظفين اللي حالين فمهم فيها رجال ونساء. بعد نساء اغلبهم شدهم الغيره كتنهش في قلوبهم، كيتهامسوا عليها بالسم والغل. الموظفه الاولى، شوفي لك على لبس لابسه، ويلي ويلي تقول جايه للديسكو. الموظفة الثانية، عند بالغة طيح سي ناصر عجم إبليس في الجنة. الموظفة الثالثة، إيوا ويلي ويلي شوفي كي مرفزون يا أختي أنا بحال هادو، شو كي كدير. موظفة، حتى نتي هو كاع شاف فيها سير سير، لا شافاش غيبغي منا كاع. الموظفة الثالثة ضحكات مياها، إيوا على قولتك. الموظفة الأولى، صافي هي جاية، حنا وريوسهم كيشوفو فيها بطرف عينيهم. توجهات المسعد غير مديها فيهم، كامل ديها في وجودهم اصلا. بركت على الزر 6 وتوجهت المكتب ديالو، ثواني وكانت قدام الباب، حطات يدها على البانيو وفتحات بدون ما تطرقو. كان حاني راسو على شي ملفات دخولها بدون ما تطرق نرفزو، رفع راسو بالخف ورمقها بنظراتو الصارمة. دخل لدار باك، رجع يدقي على الدخلي، وصعب ورد تحت امرك. خرجت وسدات الباب وراها، ولات طرقات زوج طرقات، ومن بعد عاد دخلت مشات تجاهو كتميل بخصرها. بقى كيشوف فيها، خلاته كيرجع كيتلخبط من جديد، كيحس بالحرارة طالعة معاه، ولكن سرعان ما زارو أفكاره الشيطانية وطلب منها تقرب وتحط الفنجان حداه. لبات الأمر وتوجهت ناحيته، الصوت ديال الطالون ديالها كيتسمع طق طق طق. وقفات قدامه وتحنات بشوية، رائحة العطر ديالها خلاته في حالة سكر. حطات الفنجان بالتقالة بشكل مغري، الشي اللي خلاه كيرجع كيحس بها قريبة ليه من جديد بدون مقدمات. قربها لعندو، قلب عينيه اللولبية الشرسة تجاه الباب، صدرو كيطلع وكينزل، دقات قلبو كضرب في الحد القصوي. كيشوف فيها كيفاش هربات دفعاتو وهربات بكل جهدها كتجري من المكتب، ورجليها مهزينهاش. وقف بالخف بخربق ملخبط، عمرو حس هاد الإحساس حتى مع عابير اللي كان كيقول كيبغيها أكثر من الروح ديالو. توجه للنافذة المطلة على المدينة، كيمرر يدو على شعرو بعصبية، صدرو كيطلع وكينزل، هز يدو مرر الإبهام ديالو على شفاهو. فجأة ترسمات ابتسامة خفيفة، وجه نظرات وحدة الباب، تمشى بخطوات ثابتة ورزينة، حط يدو الخشنة على البوانيه، فتحو تمشى برجولة تجاهها كانت عاطية بالظهر. كيشوف فيها قدامه، بدا كيقرب لها من جديد. بعد بعد مني، ناصر تكلم بصوت خافت، كلها كترجف، قلت لك بعد. في هاد الأثناء وصلت لينا اللي جات عينها عليهم، قلبها ولا كيضرب كيضرب في 90، كلها كتغزل من الأعصاب. غوتات بحر وجهتها، صوتها اللي كان كافي يخليه بعد على وجه نظراته الشرسة. جيت لينا اللي وجهه الأحمر من كثرة الغضب،
لينا موجهه كلام لموتها، اش كديري الرخيصه مع خطيبي؟ شنو كديري دوي؟ كانت بالنسبه للمتعه المنقذه جهلت تماما كلامها. مشات للمسعد بخطوات سريعه كتجري، وجهها كيرش في يدها اكثر، بينما لينا وجهات نظرها الناصر اللي كان كينخنزر فيها بلا يلا غتبدا في المواجهه ديالها ويوقفها. ما تفرعيش ليا مخي، اصلا اجابك انت لعندي شبك المكتب. ها لينا هزلو دموعها، كتخوني معها وحده رخيصه وما همكش، همك غير على جيتها. توجه للمسعد بخطوات ثابته، كتجاهل تماما وجودها العتاب ديالها. برك على الزر ونزل الطابق السفلي وتمشى في اتجاه سيارته، منعو الفيراري في لون اسود مات. لحقت عليه لينا كتجري، ولكن لقات غير العجاج اللي خلى وراه. ضربت رجلها مع الارض محسبه وتوجهت للفيلا دراجة باش تشكي عليها، بينما متها كانت داخل حمام الشركه وكلها كتغسل. رفعت راسها في المرايه كتشوف حالتها كي ولات. ساعه ديال الزمن كان في الفيلا خارج المدينه، بلاصه السياره وطلع ديريكت الحمام. دخل في دوامه من التفكير، من جديد كيقول شنو وقع، كيفاش نجرفت وراء اغراءها اللي كان واضح وضوح الشمس. بعد ما خدا دوش خرج لاوي الفوطه على نصو، توجه لعلبة السجائر خداها واحد، خدا البريكة شعلو وحطو بين شفاه وخرج الدخان. البكمة هو كيفكر فيها، لبس شورت مع اكسا في الكحل وخرج للجردة، كاس ديال النبيت في ايدو كيرشف منو ودماغو كيرد السينتا اللي كانت قبل ساعة. طلقات الماء بدات كترش وجهها، من بعد رفعت راسها وشافت في المراية وتكلمات بصوت شبه مسموع. متعة كالمة، متعة كالمة، ما تخليش خوفك وشمئزازك منه يفشلوا خطتك. استنشقت الهواء وسفرات، شحيق زفير ما وقع والو. ضبطي اعصابك يا متعة، انت قوية. بعد ما خدات نفس وحفزت نفسها خرجت من الحمام في اتجاه الطابق السادس، فتحت حقيبتها وخدت من الميكاب وبدات كتقاد في وجهها. بعد دخلت الواتساب كتهضر مع شاهد اختها في فيديو، بعد شاهد هضرت مع هدى وبقات معها حتى الوقت الغدا. هزات ساكا ونزلت في اتجاه المطعم الشركة، خدت البلا ديالها وجلست كتاكل، وعين الموظفات الحسودات غياكلوها. اما الرجال كانوا كيشوفوا فيها باعجاب كبير، ولكن حتى واحد فيهم ما زعما يطوب بصحتها، خصوصا انها الكاتبه الخاصه بناصر اللي مركب فيهم الرعب من كبيرهم لصغيرهم. عمر رحم شي حد فيهم. بعد ما كلات طلعت المكتب وبدات تصبغ الضفار، وجلست كتصبغ ضفارها وطالقه اغنيه غربيه كتزمزك عليها. في الجهه الثانيه بالضبط خارج المدينة كان ناصر وسط المسبح كيسبح، دماغه كل مرة كيخليه كيتفكر شنو وقع. بقى تاجبع عمان، خرج جلس في الكرسي. بعد دقائق طلع الطابق تاني خدا دوش وخرج لاوي الفوطة على نصو، خدا ويسكي من جديد وجلس كيشرب. مكان آخر رجع وسعت عينها، كيفاش متعة كانت معاه؟ حطت يدها على راسها، الله يا ربي. لينا كتبكي، هديك الرخيصة كدور بي شفتهم بعينيا. رجاء عن قصش، ويلي ويلي انا غنت ما غير تهدني. الى رفعت راسها ونظراتها كلهم شر، وغير شافت في جهه وحده وتكلمات، انا اللي غندمها، مستحيل تسمح لي تاخذ مني ناصر، مستحيل. في المساء كانت جالسه فوق الكنابي لابسه بيجاما شورت قصير في البيج مع دوني سميتاس بالدونتيل من جهه الصدر، جمع شعرها بشكل مهمل، دايره زيت اللوز تحل وجهها. ودا جالسة مربعة حاطة طبسيل فيه البيتزا فوق رجليها وكتخشي في وجهها. هادشي زوين، كملي ليا. وتعرفتي قلبي كان غيسكت، ذكريات الماضي كلهم زاروني في ديك اللحظة، نفس دوك الإيدين تحطو عليا، نفس النظارات الوقحة ونفس الخشونة. وجات ديك المونيكا تاهي تسلطات عليا تخاطبت، وكانت هي المنقذة بالنسبة ليا. رجلي مكانوش هازيني، شافت فيها خاصني نتغلب على هادشي، خاصني نتغلب على هاد الخوف ونكون قوية إلا بغيت نوصل اللي بغيت، إلا بغيت ننتقم منه. ودا فم عامر وكتهضر، ايوا هكا كنبغيك، غير هو حدي حدي راسك، ما تخليش يوصل لك مره اخرى، لا تتقي فيما لا يحمد عقباه. متعه عشم ابليس في الجنه بس خافيش عليا. في مكان اخر بلاصه سياره، ونزل في اتجاه باب الفيلا، فتح باب المفتاح ودخل كيتمشى بخشونه. جات عين رجع عليه طول النهار وهي كتسنى، واخيرا عينيها المحوه وقفت وعينيها عليه من خلال نظراتها، فهم شنو كاين، شاف فيها وتكلم. مساء الخير رجاء من الفازة، انا شفت حتى خير. توجهت لي، كيفاش قدرتي تدخل خطيبتك؟ ها ناصر توجه للدرج وكيهضر، هذا الموضوع ما يستاهلش نهضروا فيه ببساطه، راك عارفه لينا شنو بالنسبه ليا. رجاء بعصبيه، مين يكون هضر معاك؟ وقف ناصر، ناصر. ضربت رجليها مع الارض بعصبيه كتغوت، بالحق الكلام معدي كان رخيصه اللي عطيتها قيمه.
توجه للغرفة ديال سيف ولدو اللي كان ناهز سائل في الكونة بحال شي ملاك. تحدى المستوى وطبع قبلة في جبينو، ومن بعد مشى للغرفة ديالو حيد حوايجو، بقى غير بالبوكسور. توجه لطيغاس، حاس شجر وكيشعل كيصوت كيصوت دخان، ودماغو كيردد لقطات الصباح. جلس الكورك في الكرسي وكيتكلم بين سنانو، حركات ديال الفساد عارفة مزيان. بغيتي غير تلعبي، انا غنلعب معاك بس بطريقتي. في اليوم الموالي شرقات شمس جديدة معلنة على يوم جديد، كيتسلس بخيوطها الذهبية للغرفة ديال متعة. كانت خدات الدوش ولابسة بينوار الحمام ولوية فوطة على شعرها، وكتردع ولدها من صدرها. بعد ما رضعات وحطاتو في السرير، توجهات للسوشوار كتقاد في حالتها، وبدلات لبسات فستان في الكري صباط كعب عالي، وقفات قدام المرايا كتقاد في حالتها. رشات العطر ديالها جوج رشات، وخدات الصاك ديالها مشات حطات ولدها في الريلاكس. فقس هدا كتكسل شعرها عشان الريزو في حال في الجهة الأخرى. وبالضبط في فيلا العائلة، كان ناصر واقف قدام المراية بهيبة وشموخ، كيلبس ساعته اليدوية رش بغفانو ريحة مالية المكان. بعد ما سالها الزدالة ديالو خرج في اتجاه غرفة سيف خطوات ثابتة، حط يدو الخشينة فوق البانيو وفتح الباب. جات عينو عليه المربية كتلبس لسيف حوايجو وردعها فمو، توجه ليه خدا باسو وتكلم معاه. صباح الخير البطل ديالي، سيف كيتكلم بحروف متقطعة. بابا ناصر ترسمت ابتسامة طريدة على شفاهو، حبيب بابا. رجع باسو سلمو المربية وخرج من الغرفة. عين المربية ملاحقينو كتنهد. يخرج من الفيلا بدون ما يفطر، طلع في سيارته ديما راه في اتجاه الشركة. بعد 5 دقائق وصلت متعة بلاصة الميني كوبر ديالها، وتوجهت للمصعد كتميل بخصرها. صوت كعبة كيتسمح كيف العادة، تمشات في اتجاه الكافي. قررت تاخذ القهوة ليه وليها، ما فعل ليه يطلع وينزل. خداتهم وتوجهت للمصعد الثاني، وكانت في الطبق السادس. حطت الطاس ديالها فوق البيرو، خدات الطاس ديالو قبل ما تدخلوا للمكتب خاص. رشات جوج رشات البارفان فرق بسا، وعاد طرقات الباب جوج طرقات خفاف، ودخلت كتمشى تجاهه بثقة وغرور. رفع راسو بشوية، شاف فيها بطرف عينو ريحة بارفانها، خلاتو بحالة سكر من جديد. تحنات ولا تفهم، كشوف عليه تماما قدام عينيه. حطت الفنجان وتكلمت بصوت رقيق كله أنوثة، بونجور مسيو. ترسمات ابتسامة خبيتة على شفاهو، رفع راسو وشاف فيها بنظرات وقحة كيتفحص حسابهم. قربي لعندي، ترسمات ابتسامة ماكرة على شفاها وقربت شوية، وقفت حانية راسها، وقفت مشى قرب لها. وكيتعاود من جديد السيناريو ديال البارح، صدرو كيطلع وينزل وجهو الأحمر كيبلع بريقو بصعوبة، وشاف فيها بشرارة والغضب كيطير منه. خرجي برا، رفعت راسها عقدت حجبانها مازال كتحاول تلتقط أنفاسها. لحت شعرها وهضرها وخرجت من المكتب خطوات سريعة، تصطحت مع رياض اللي كان جاي في اتجاه المكتب. عدت عليه بزوج خطوات، رجلها فاشلين عليها، تمسمات بضع كلمات اسمح ليا. حنا تراسل كملت طريقة للمكتب، بين مريات كان كيشوف فيها نظرات ما كتفسرش. تلفت ناحية المكتب وكمل طريقه، دخل المكتب. كان ناصر جالس في الكلابي سيجار بين صباعه كينصر منه ودمه كيغلي، كل ما كيكون معاه كتجي عابير بين عينيه. رياض بونجور، فعراسه تلفت ناحيته بالعرض البطيء، كرز على يده كيحاول يطردها من أفكاره. ولات كتستولي عليهم بشكل كبير، طفى السيجار وقف مد يدو باش يصافح رياض، وتكلم بصوت رجولي ممزوج بحا. بونجور، أشار ليه تفضل. جلس برقي درج فوق رجل. رياض هو زبون جديد من عائلة كبيرة، وكيتحسب ضمن أكبر رجال الأعمال، بالإضافة للوسامة اللي كيمتاز بها والكاريزما ديالو اللي كتخلي أي واحد يقابلو كيحترمو. شاف فيه ناصر وتكلم، تكلمتي مع الشخص اللي حكيتي لي عليه؟ رياض وي، غدا غيكون في المغرب، شنو بان لك يكون غدا عشاء عمل؟ ناصر بعد تفكير، اوكي. في مكان اخر كانوا جالسين على البحر، حاطه يده في ايدها. مازين بعد اسبوع غتكوني حلالي. حلات راسها بخجل، ابتسمت ابتسامه خفيفه، مد يده رفع دقنها وجات عينها العسليه مع عينيه. ترسمت ابتسامه على شفاها وعينها في عيني. وعد مني غنخليك اسعد مرا. صح شفت فيه، الله لا يحرمني منك. بعد ساعات من صباح ما بان ليه الأثر، كانت جالسة في المكتب كتقاد في المواعيد وكتحلف فيه في خطرة. بعد ما كملت خدات التالي، اتصلت بهدى كتطمئن على يزين. دقائق وصل الوقت الخروج، هزات ساكا خرجت من الشركة في اتجاه الشقة. في الجهة الثانية كان واقف فوق رجف والسيجارة في ايدو كيتكلم بين سنانو. هاديك وحدة فاسدة، لولا صمتها كانت عابير غتكون عايشة، سكتت على مخططات ومخلات مراتي كطيح من بين يدي.
بلاصه تحت رجليك يا ناصر، كتسمع تحت رجليك. واذا بغات تلعب غيحلى اللعب معاها، ولكن لعب من نوع خاص. نسى النظره من السيجاره، خلات صدرو كيعمر بالدخان، كيخرجوا مني فوكار على قبضه يدو. بقى تما حتى طاح الظلام، عاد طلع في سيارته ديما عرف اتجاه الفيلا د العائله. في الجهه الثانيه كانت متعه، لابسه بيجاما حد الركبه بلا كمام في لون زهري، جا مع شعرها بشكل مهمل. كتوجد العشاء وهو داك تحرك في الريلاكس بيدين وكتهضر. اوف، مليت من الوحدانيه، قرانتي برجالهم ولادهم ومكفسه فيهم عندها حبيب الا انا. من الكلينيك لهاد الزعتر، ومن هاد الخربه لا كلينيك، ومن هاد الخربه لا كلينيك، ومن لا كلينيك الخربه. ومشات حياتي هكاك. عمري اختي جربت نتعرف تاني على شي واحد، ياك الدكتور عماد هي فيك وانتينا في خريجك. هو دابا نرفزه، ها قالت لك الدكتور عماد يشميني فيه براسو داك الصلاح كي البصله، حسن ما ندويش كاع. نكملها بديك تحسين هاد الويل. اوف، انا فارس احلامي بغيتو يكون طويل والعضلات ناعمه، لالا والسموريه والشحر كحال كيس وهاد الليل والحياة. اوه، واش ماشي من حقي انا نتهز في العماريه ونقول حتى انا راجلي؟ واه بزاف هاد الشيء. متها كطحن في العصير، كلشي بوقتو زوين. ودا الله ينعل بول الوقت اللي خلاتني هكا سلي بطير. في اليوم الموالي فقت على اشعه الشمس كدعب وجهها، فتحت عينيها ونهضت كتجرف رجليها بتثاقل اتجاه الحمام. قضات حاجتها، غسلات وخرجات في اتجاه البلاكار. اليوم هو خدام الصباح، هذا علاش غتاخد زين الحضانه اللي في الحومه. لبسات سروال كلاسيك في الكري مع شوميز كلاسيكيه بيضاء، صايبات شعرها بالبلاك وحطات ميك اب خفيف وتوجهت بزين. دوشات ليه مساعده سودا ولبسوه سلوبيت في الكري، وصبير ديال بيضاء خداو ساكو في الشيبي، دارت ليه فيه البيس اخرى وليكوش والرضاعه والحليب ديالو وكل شيء اللي خاصو الى اخره. كانت هذا لعب صحويشها، عباره عن سليم ديلامي مع تيشيرت في البيض وجا مع شعرها ديال الحصان مع ميك اب تاعي خفيف. هزات متعازه يا زين في الريلاكس ديالو، وهدا هزات ساكو وخرجو. كتحس بقلبها مزير وهي غدا للخدمه، قلبها كان مزير اول مره تحطو في الحضانه، بالها مشغول عليه وسوسه بزاف. مسافه الطريق كانت في الشركه، بلاصه الميني كوبر ديالها وتوجهت لطبق سادس. في المساء كانت كتلبس الفستان بتذمر، كلامه كيتردد صدى في مسامعها. اي امر مني غتنفذيه بدون تردد؟ هدها دخلت الغرفه، مازال ما جهزتي نفسك؟ مسها جلست انفاس مع المرايه. علينا ونسالي لفتات موصول، عارف علاش اصر نحضر لهاد العشاء وانا ما عندي حتى علاقه بالحوار اللي غيدور بيناتهم؟ اوف، غيكون عشاء ممل بمعنى الكلمه. هدى ما تعرفي تشوفيه تما شي تيتيت يخطف لك القلب؟ نهدات يمسح يحن عليا ربي، وانطلقت انا بشي تيتيت يبغيني في الصح. متعوجات فما تتفكر كله منحصر على الرجاله، يخ يتفخص عليكي. قبلت مع المرايه وكتحط في الميك اب بعنايه كل تركيزها عليه. بينما هدى توجهت للمطبخ كتوجد اليسير رضعته، كملت وقفات قدام المرايه كتشوف كيف طلعت. رفعت راسها بشموخ وكتشوف تعالي وغرور. هزات البوشيط ديالها وخرجت من الغرفه. في الجهه الثانيه كان ناصر واقف بهيبته ورجلته الطاغيه كيلبس ساعته اليدويه الفضيه عقد حجبانه. بعد ما لبسها هز البارفان ديالو اللي كيعكس شخصيته، رش زوج رشات وخرج من الغرفه بخطوات مخماليه تجاه غرفه سيف. شافو وخرج من عنده باتجاه المطعم اللي وسط المدينه في حي راقي. اما متعه بعد ما رضعت ولدها تمنت لي ليله سعيده، خرجت من العماره في اتجاه الميلي كوبر ديالها، طلعت فيها وديما على اتجاه المطعم. مسافه الطريق وكانت قدامه كان مطعم راقي فخم بشكل كبير، هادشي لحظته غير من برا، فما ادراك من الداخل. بلاصه سيارتها جنب سياره فخمه، بينهم كانت الفيراري ناصر اللي شافت في الماتريكل ديالها وعرفات بلي سيادته كاين لداخل. عوجات فمها وتوجهت لداخل بخطوات ثابته. خسرها كايت سمايل، جات عيني عليها جالس في شموخ ورقي، سيجارة في يدو كينصر منها، كيملي الرئتين ديالو بدخانها. رفع رقبته بتعالي وصاد الدخان من فمو، نظراتو شرسة صوبها كيشوف فيها جاية لاتجاهه. خسرها المنحوت المغري كيميل قدامه، وقفات ابتسامة ساحرة، تكلمات بصوت أنثوي بامتياز كيضرب المسامع. متعة بونسواغ ناصر، نطر نطرا من السيجارة وتكلم بصوت رجولي. بونسواغ، جرت الكرسي وجلست برقي. أول ما جلست وصل رياض بهندامه الأنيق وابتسامته الهادئة، وراه شاب تلاتيني قامة طويلة والعضلات السداسية والبشرة حنطية. أول ما شافته قالت أكيد غيكون شي زبون مهم، فحش ترى
والبعد خضارين عليه، بالإضافة لوسامته والكاريزما ديالو باينة بشكل كبير لا يقل عن ناصر اللي كان جالسه بغرور وفخامة. وسيجار في إيدو من نوع الفاخر كينتر منه باحترافية. طق رياض وتكلم: بونسوار ناصر ومتعة. بونسوار رياض. أشار أحمد: كنقدم لكم مسيو أحمد عبيد. شاف أحمد: كنقدم لك مسيو ناصر العمراني والأنسة متعة. ناصر حرك راسو معناها متشرفين. نفس الشيء بالنسبة لأحمد، جلس في الكرسي برقي وعيني على ناصر وبداو كيتبادلوا أطراف الحديث. فيما بينهم بين مع متعة كانت جالسة وسطهم حاسة بملل كبير، كل مرة كيرفع رياض عينه فيها كيخطف شوفها منها. لحظات نظرات ولي عاد ارتاحت من الداخل مع كلمة: أخيرا شي واحد حس بوجودي. لحد ناصر نظرات وليهم يرى راسو العرض البطيء، شاف فيه ونظرات شرسة. بقاها كتبسم كرزية على يدو حتى طراسة عرق في جبينو. ميلا طراسة وحساس بهنا ضربت ليها الطن: أجي الملك الخا، علاش ما تستغليش طرطور رياض وتقيسي به النبض ديال سي ناصر اللي كان على وشك الانفجار. ترسمات ابتسامة ماكرة على محياها ورفعت راسها بتعالي وتكلمات بصوت خافت: من بعد إذنكم. هزات البوشات ديالها وتمشات باتجاه الحمام كتميل بخصرها. خصلات شعرها كتلعب ظهرها، خصها المثير. ميل راسو وتبعها ونظراتو اللولبية الشرسة ورجع شاف رياض اللي حال فمو بين ما أحمد ولا هو هنا. دخلت الحمام تقابلات مع الملاية كتشوف ابتسامة عريضة على شفاها. مدات يدها وزات البوشات خدت منها لغوج عليفغ بنكهة الفريز اللي هو عكرها المفضل، بدات كتحطو على شفاها. بعد ما كملات قادت حالتها مزيان ورجعت البوشيط وخرجت من الحمام كتمشى بغنج: يا أرضي تهدي ما عليك أدي. وصلت للطاولة فين جالسين وتحلات بشوية بطريقة محترفة وجلسات. هادشي داز تحت أنظارو. بعد دقائق من الحديث اللي كله دار على الصفقة تحت العشاء وعمل هدوء ولا كيتسمع غير صوت الشوكة والسكين. بحركة منها سكبت العصير على رياض وعملت راسها قفزات بالخف. يلا بدا كتاخد السربيسه اللي تما بغات تمسح الرياض. وينوض ناصر جهل غيمسح راسو. رياض نض قافز: انا غنتكلف ما تشغليش بالك. توجه رياض الحمام بخطوات متسارعه ودخل. ناصر مازال شاد المعصم ديالها باحكام حتى تاوهز من الالم. متعة: طلق من يدي، طلق من يدي وعيني حمرين كيتجمر. رمق بديك النظره الشرسه ديالو بعينا فهمت شنو ناويه. حركات راسها مستحيل تخفى عليه. حطت اليد الاخرى على المعصم ديالها كتحاول تبرد به الالم وعلى شفاها ابتسامه طريده. شافت فيه كلمات بصوت ناعم: بعد اذنكم. هزات البوشيط وتوجهت تعاود الحمام. الحق لها بالخف، بقى غير احمد بوحدو. يلا غتسد الباب هو يدفع على الحيط حتى ضلوعها بغاو يتهرسو. وسد الباب وراها باحكام ورمقها بنظره وكانت قرطاس الله يرحمها. رجعت بزوج خطوات للور حسس بالخوف كيتسلل قلبها. النظره ما خافياش عليها بالمره. تتقرب منها كل ما كيقرب كتبعد حتى جات لاصقة على الحيط. قرب منها حتى تخلطوا انفاسه وتكلم: رجعتي للعب ديالك ديال العهر؟ ها رجعتي ليها، رجعتي للفساد ديالك وتعقوات نفسها. اش هاد الواقع حاش كتخربق عليا نتايا؟ علاش كتهضر معايا هكا؟ قبل ما تسكت كان جبتها لعندو. دازوا لحظات رجعت للواقع كرهت الساعة اللي ضحفات فيها بين يدي. دفعاتو بيدو خرجت من الحمام كتجري، رجلها كيرشفو والندم كينهش قلبها. نهيش خرجت من المطعم رجلها ما زينهاش تبعها بعيني حتى غبرات. شاف فيهم واستأذن ولحقها من اللور بخطوات خشنة تسارعة كان أنه كيسابق الريح. طلعت في سيارتها وديمارات في اتجاه الشقة ويديها مازال كيرشفو. بينما هو طلع الفيرار ديالو كثيرة وراها قبل ما توصل قطع عليها الطريق وقف قدامها. وسعت عينيها من وقاحته وصدرها كيطلع وكينزل بعصبية. نزل من السيارة ديالو متجه ليها، يدو الخشينة فتح بها الباب أمرها تنزل. نزلي بصوت رجولي، نزلي كيقولها وكيعاود. متعة غي ساكتة كتشوف فيه. حرك الفك ديالو بعصبية ومد يدو جبدها لعندو بقوة حتى خرجها من السيارة ودخل الباب وشاف فيها. جالسة كتحلهن علي قدامي بكل وقاحة وبغياني نسكت. ها هاد الحركات فهمهم مزيان، ماشي كرد عصبي. ربي المعبود وسكر الريش اللي درتي قبيله مع شي واحد صغن ندمك تقيش الريح سليك. متعة انفجرت في وجهه: اش من حق كتدخل فيا؟ اش من حق؟ ما خويا خطيبي راجلي دويب، اش من حق؟ انت تعطيني غير باتساع، ندير اللي بغيت ماشي سوقك فيا، ندير اللي بغيت فاش كيهمك انت. قبل ما تسكت نزل عليها اللوجه حتى داز الدم مع فمها وجرها من الشعر بقوه. قربها ليه: ببساطه انت ديالي كتسمعي؟ ديالي انا
كيتكلم من بين سنانو، نكارز عليهم بقوة، دفع حتى تهزو ضلوعها واستأنف كلامه. برب المعبود نشوفك كديري شي حركة ماشي حسن ليه تندمك. متعة شافت فيه بغل، بعد من طريقي. ناصر مرة يدو على شعره بعصبية، هذا مجرد انذار. يا ويلك تكرها، يا ويلك مني. ما طلعتش فيه الشوفة، ركبت في اللوطو ديالها وكسيرات كلها كتغزل من الأحصان. بعدها بثواني طلع في سيارته وكسيرة حتى الروايد تحكم على الأرض، مشى طاير كأنه كيسبق الزمن ودمه كيغلي. دخل في دوامة ديال التفكير من جديد، كيفاش نفعل بهذا الشكل؟ مسافة الطريق كان قدام الفيلا اللي في الأخر تسخيرات. أركن الفيراري ودخل داخل كيتمشى بخشونة. كارز على يدو موقف حتى الميني بار اللي تحت، خدا مشروب قاصح، شعل الكارو وجلس كيشرب وكيكمي ودماغه خدام كيفكر. عند موسى كانت جالسة في الكنابي جا مع رجليها عندها، كتغزز في طفارها من كثرة الأعصاب. قبالتها هدى مازال ما قدرت تستوعب شنو عاودت ليها. هدى ويلي ويلي، واش واعية؟ شنو دار؟ وشنو قال السيد؟ ويلي السيد بدا كيطيح المسخوطة وطيحت وخايبة. ناري غتفتحي على راسك أبواب جهنم، انتي ماشي قدوها متعة، خافي على راسك، عرفتي أنسب حل؟ نزحي قبل ما يوقع الفاس في الراس. متعة رفعت راسها بكبرياء، وهذا الشي اللي بغيتها هدى، بغيت يزيد يطيح ويغرق، ومن بعد غنسحب غنخرج من حياته ونخليه راس بلا رجلين، تالف ومحطم ومدمر. هكا بغيتها هدى، هكا بغيت، هكا غنتاقم. هدى جلست جنبها، انتي ما واعياش شنو كتقولي. يا ويلك منو، على قولتو يا خوفي عليك من الجبروت ديالو. متعب تاسمات، ما تخافيش على عشيرتك، خافي عليه. هدى صغرت عينها، شكون قال ماها ما طيحش كيف هو؟ ها صحتها شنو غديري؟ متعة ضحكات معايا، قالت لك نطيح. شافت فيها، انا نبغي، شكون نبغي؟ داك المغرور، داك اللي عذبني، هذاك اللي اغتصبني. ها اش كتخرفي هدى؟ بديتي كتخرفي. هدى وقفات، انا غير حذرتك من هادشي كله، ديري يا زين بين عينيك قبل ما تخطي خطوه حسبي ألف مره. متعب غضب، شنو علاقتي يا زين بالموضوع؟ ها هدى يا زين الموضوع كله، واش نسيتي بلي يا زين هو باهنا؟ هو ناصر، ها هادي الحقيقه اللي عمرك ما تقدري تمصيها. ناصر بات ولدك يا متعه، هادشي علاش ردي بالك وما تلعبيش بالعافيه لا تحرقك. خرجت وخلاتها عاقده حجبانه، ما تنكرش. كلام هدى ضرب على الوتر الحساس، دخلت في حاله من الخوف والارتباك، لكن سرعان ما خرجت منها وصبرت راسها بضع كلمات. في اليوم الموالي شرقت شمس جديده، كدعب وجهها وكتقول لها نوضي، لا حياه مع الكسل. وقفات مشات الحمام، كتشرج لها بتساقل، راس عاطي الحريق طول الليله وهي كتفكر شنو وقع. قضات روتينها الصباحي، كان يا زين باقي مستلقي جنبها كيفركل كيلعب برجيلاتو، شويه تبدا كيبكي. جا وقت الرضاعة، رضعته وهي عقلها غير كيفكر. من بعد حطاتو في الكونه وبدات كتلبس في حوايجها، حطات الميكاب ديالها وجلسو في طاوله الافطار كيفطرو بصمت. عند عائلة ناصر، رجاء سيف عنده دابا عام ونص، ما لاحظتوش ملي خاص يتختن؟ راه ميكن عليه. ناصر بصوت خشن، انا غناخد موعد مع الدكتور. مصطفى الاحمر كيجري هاد البارح كالحيمة. رجاء كتشوف ناصر، ايه كيجري، حفيدنا الوحيد بدا كيكبر، ان شاء الله قريب غيجيونا حفاد اخرين من ناصر ولينا. مسح فمو بالمنديل وخرج من الغرفة تحت انظارهم. قلبت عينها صوب مصطفى وتكلمات، رجاء خاص نوضع حد لهذيك المهزلة، هذيك الرخيصة غتاخذ الولد من خطيبته. مصطفى انا خاطيني هاد المواضيع. رجاء بالسيام، صافي عمرك دخلتي في شي حاجة ولا في مصلحة ولادك؟ اوف. ربطت المنديل من يدها وطلعت لغرفتها، خدات التيلي واتصلت بلينا. رجاء ما تغفليش عليه ولا لحظة، لبسي احسن ما عندك وسيري لعندو للشركة وخليه يتعود على وجودك جنبه. لينا اوكي خالتي ما تخافيش، انا غنسيه وما غنفرقوش ولا لحظة. رجاء ابتسمت، ايوا هكاك نبغيك. في مكان اخر خرجوا من الشقة وتوجهوا للحضانة، حطوه يا زين وكل وحدة شدة الطريقة. موسى في سيارته وهو في تاكسي بحكم طريقهم مختلفة. مسافة الطريق كانت قدام باب الشركة، بلاصات السيارة وتوجهت لداخل، رافعة راسها بشموخ كيف العادة، خطواتها ثابتة. وقفت قدام لاسانسور، بركت على الزر 6 ثواني وكانت في الطابق السادس. جلست في مكتبها، حاطة رجل فوق رجل. في الجهة الثانية كانت هدى قدام المصحة، توجهت المكان باش تغير ملابسها وتلبس الزي الخاص بالخدمة، وجمعت شعرها في البوني وخرجت من الغرفة باش تباشر عملها. بدات كتنقل في الغرف، كتقيس الضغط وتعطي الدواء لهذا والابتسامة لهذا، ولكن سرعان الابتسامة تمحات ولات بلاصتها دهشة. حلات فمها على الآخر والقلوبة كيخرجوا من عينها، جاي اتجاهها خطوات ثابتة
الرجولة والكاريزما والوسامة الطاغية عمرها شافت بحاله. شفت هاد اللوحة الفنية المتكاملة، كان أحمد بجلالة أدرو في المصحة، كيتمشى بثخ ورقي بين الممرضات حتى الدكتورات، وكلهم حالين فمهم فيه ومتبعينه بنظراتهم اللي اختارقوه، بينما هو متجاهلهم تماما. كمل طريقه وداز من جنبها وهي مازال حالة فمها في موعد حتى فاتها، تلفتت بالعرض البطيء متبعها بعينها حتى غاب. عاد سدت فمها وشافت شي بنات مازال حالين فمهم، خنزلت فيهم وتكلمت: اسدو فمكم، خصك تفهمكم راه الموت كدور. البنت الاولى: هي كنت ديتي انت الاولى. الثانيه: وي على قولتك. اوف. مكان اخر: بعدها بدقائق قليله وصل الشركه، بدل كونتاكت للسيكوريتي بلاصي ولي السياره ودخل الشركه كيتمشى بالموظفين خشونه وبدخ. توجه ديريكت لاسانسور، برك على الزر وطلع للطابق السادس، خلى وراه نظرات الموظفات اللي قلبهم بدا كيخفق. اول ما شرف كانت حاطه رجل فوق رجل كتبرد في ضفارها بالمبرد، سمعت صوت خطواته كتقرب شويه بشويه، ريحه البارفان ديالو كتقرب، خلاتها في حاله سكر. صار عالم بدات كتفكر الليله ديال البارح، تلفتات بالعرض البطيء طلقات عينيها بعينيه، نظراته الشرسه اللي اخترقوا منحنيات جسدها كالعاده. راح ليها جمله وتوجه المكتب ديالو، هنا بلاصه الخدمه ماشي صالون. خلاها كتعيبه من اللور كتعوج فمها بطفولية لحد المبرد في حقيبتها، بينما هي كتبخشش في التالي تا را الفيكس رفعت السمعة وتكلمات: وي الو ناصر، بصوت رجولي، جيبي لي قهوتي. قطع الخط، حنا راسو على الباسي كيخدم. حطت السمعة وتوجهت الكافي كتبختر تحت انظار الموظفين، عاود خدات الكافي وطلعت للطبق السادس. يلا فتحت الباب دخلت وهي توصل لينا مزيرة في غوب نص شبر في الاسود وصدر واقف مع الريكسر من المغطي بارز بشكل مثير. اول ما جات عيني عليها جن الجنون ديالها بدات في نوبه صراخ: اش كديري انت هنا؟ عينيها خارجين في متها. ناصر ضرب يده في المكتب بصوت عالي تكلم: اش هاد الصداع؟ وتعاد جهلاتها: مسيو ها هي قهوتك. بدون مقدمات مدات لينا يدها الفنجان وكبته على صدر متها، تغوتت بالالم وتحنات كتجرف في الفستان من جهه الصدر. وقف بالخف توجه ليها في يدو بابي كان حداه، بدا كينشف لها جهة صدرها والخوف مسيطر عليه. خرجت عينها كلها كترعد بالمنظر اللي قدامها: بعد عليها بعد، اش هاد الوقحة؟ كيفاش كتقرب من هاد العايرة؟ تلفت ليها بالخف كيشوف لينا بشراسة والغضب كيطير من عينيه: برا. لينا دموع بداو كينزلو: هي اللي خاصها تخرج ماشي انا. شافت فيه بغضب: ما كتسمعيش، خرجي برا. توجه ليها ناصر، جرى من المرفق ديالها بقوة وخرج من المكتب وخبط الباب على وجهها. ورجع عند متعة كيشوف في صدرها اللي ولا احمر من الحر سخونية، توجه لعلبة الإسعافات اللي كتواجد في المكتب ديالو وخد منها مرهم، شدها من يدها جلسها في الكنابي وخد المرهم حطه في يده وبدا كيدوزو على صدرها. حست برجليها كيرجفو عاود من جديد، كتشوف فيه واش هذا هو الوحش اللي كتعرف. كيحاول يتحكم في راسو كيضبط نفسه، ملي حسات بيه بدا كيقرب ليها دفعاتو ما كتجري. ناصر: متعة، تكلم بعصبية بين سنانه، مشات طايرة الحمام، سدات الباب وراها، تلقات الماء كترجع على وجهها ويديها كيرشفو، غسلت وجهها مزيان ورفعت راسها، قلبها كيضرب بسرعة ويديها مازال كيرشفو. شافت المراية وتكلمات: مالك متعة، شنو هادشي اللي وقع لك؟ اوف مالك متعة. مرات يديها على شعرها بعصبية حتى خربقات وجلست الأرض كتحاول تلتقط أنفاسها وكترطب أفكارها. جلس هو في الكنابي بشكل مهيب كيف صح في أجرار الشوميز ووجهو حمر كارز على قبضة يدو بقوة. شنو هادشي يا ناصر، شنو هادشي؟ خرجت لينا من الشركة بخطوات متسارعة دموعها شلال، طلعت في السيارة من نوع رونج روفر، كسيرات في اتجاه لاتولي دراجة مسافة الطريق وكانت صدها بلاصات السيارة وهي كلها كترجف. توجهت لداخل بخطوات متسارعة: رجاء لينا مالك؟ لينا شفتها، شفتها في المكتب عنده عاود، شفتها عاوتاني. رجاء شتهدني وحكي ليا بالتفصيل. شدت يدها وتوجهو للكنابي، جلست كتبكي وكتعاود لها بأدق التفاصيل وبزيادة من الفوق. رجاء قليلة الحياة، كيفاش كتجرأ بالحق عبرتي عليها؟ خلي عليا هاد الموضوع غلقة لي حل، ما تحلمش تفرقكم. لينا خايفة تاخدو مني؟ رجاء عاش بإبليس في الجنة ما تخافيش. في المصحة حط يدو على البانيو ودخل عندها، كانت مستلقية على السرير بلباس المستشفى وكتسبح في يدها. غير شافتو ترسمت ابتسامة عريضة على شفاها، راضية: حفيدي الحبيب احمد. بس يدها: المهمه كيف بقيتي؟ راضيه، شوف السكنه بخير. احمد جلس في طرف السرير
مبقيتيش متبعه الريجيم ديالك، شفتي عين هذاك فين وصلك؟ راضيه جمعت شنايفها بشكل طفولي، جاي تشوفني ولا تعاتبني؟ احمد تبسم حتى الغمازات ديالو بانوا. اخ شنو الحل معاك؟ عقد حجبانو بالحق، حسابي مع دوك قلالة تنفع، قصد الخدامات. راضيه بتذمر، او بدينا ثاني احمد ثاني وسالت ورابع بسبب الايمان ديالو. بعنا داك انت هنا عادي حيت من الريجيم، حتى انا كنت شاها وليت كلمه حما. الريجيم راه قهرني يا وليدي. احمد بنرفزه وصحتك كسم غضبو، انت ارتاحي انا غنشوف شغلي معاه. راضيه ماما عندهم حساد محارب هاد المهم. انا ولدي احمد وقف، ما تحاوليش تكسري النظام ديال التغذيه ديالك ولا تقتليني تقلقني منك. راضيه واخا ولدي واخا. بعد ساعات طول هاد الساعات اللي مروا كان خارج المكتب حتى جا يرتب افكاره ويحيد حساباته اللي من نهار رجعت لحياته قلبات ليه الموازين. قلبقات ليه دماغه بينما هي كانت جالسه في المكتب كتحاول تنسى او كتناسى اللي وقع. اول ما ضربات الربعة العشيه زاد ساكا وخرجت طايره من الشركه اتجاه الحضانه، خدات ولدها وتوجهت للشقه. في المصحه جالسه في واحد الكرسي كتاكل شوكولا، واحمد ما فارقش بالها ولا لحظه، ما عرفاش شكون هو ولا حتى سميتو، عارفاش عرف فقط انه خطف قلبها من اول نظره. خلى دقاتها كتسارع، مضات عينيها كتحاول تشوفه في خيالها لما هي مختخشعة. قفزها صوت زميلها في العمل ابراهيم بلكنته المراكشية، هي تا هو نوضي تقعدي. ودا قفزات تقعد معاك وتدي ان شاء الله شد دخل هاد البهايم. ابراهيم ضحك حتى بانت لي درسة العقل، واش داك القليب ما باش يحن عليا؟ ودا خنزلات فيه، حن عليك الويل، حيد من الطريق انت كتهرنطك الحمار. ابراهيم قبولة منك سلبت القلوب. لاحت شعرها ورا ظهرها وخشات شوكولا في جيبها وتمشات كتمغسل قدامه. ويا ارضي تهدي، خلات وراها حال فمو كيشغل. الدكتور غتوجه الجناح الملكي عندهم في المصحة، جناح فخم خصص غير لصحاب العلاقة الصحيحة من القبينة بالجناح الملكي. كاينة تما مدام راضية عبيد، غتقيسي لها الضغط وتعطيها التخيطمون ديالها. ويا ويلك تقلقيها بشي حركة منك، حبسي حركتك البيخة حنا عارفينهم. يلا فازي. عطاها بالظهر وتوجه لإحدى الغرف، تبعاتو بعينيه حتى خبر عوجات فما كتعيب فيه. خدات باش كيقيسو الضغط والتخيطمون ديالها اللي عطاها وتوجهت للجناح بخطوات ثابتة. كل مرة كتقرب من الشوكولا وكتبنن بيه، دخلت المصعد بركات على زي رقم 5 وتوجهت للجناح. كتقول مع راسها شكون قاعد مدام راضية اللي مخوفيني بها؟ انا غنشوف. ثواني كانت في الجناح اللي كان فخم وراقي بشكل كبير، أرضية كانت الماء ورخام عاطي الفخامة من نوع آخر، والورد الجوري اللي مالي المكان كان جناح قطعة من الجنة فوق الأرض. تمشت بخطوات ثابتة ناحية الباب، حطت يدها وفتحته بالمحل، دخلت حانية راسها رفعت راسها بشوية، بدات عينيها على مرأة في السكين من عمرها، بشرة بيضاء كبياض الثلج، شعر أشقر مزوج بخصلات بيضاء، وجه بشوش كيبعت بالطمأنينة وابتسامة هاد أعلى محياها، مع عيون زرقاء بحال المحيط. رمقاتها بنظرة هادية وابتسمات، تفضلي هدى يزيد فضلك. توجهات تقيس ليها الضغط وكتهضر في نفس الوقت، أنا الممرضة هدى. راضية والله سميتك غزالة بحالك بنتي. هدى عويلاتك الحاجة انتي مدام راضية هكا قالية داك الصلع بكريشة. راضية انفجرت بالضحك، ضحكتيني يعطيك الخير، شكون هاد الصلع بكريشة؟ هدى حطات سبابتها على شفاها، شش الحيوط عندها لودنين. ابتسمات، ضغطك مقاد ما شاء الله. مدات يدها للجيب وخدات قطعة شوكولا خشاتها فمها، دابا غنعطيك التخيطمون ديالك. راضية اش كتاكلي؟ ودا شوكولا بغيتي؟ راضية بفرح، معلوم والله شحال مشاهية، عطيني عطيني. مدات ودا تجيب البلوزة وخدات منها شوكولا، يلا مداتو وهي تفتح الباب وبان صراحة بدعوتها. جات عينو عليها كتمد ليها الشوكولا، توجه ليها بخطوات متسارعة وشرارة الغضب كطير من عيني، شدة من المعصم ديالها بقوة حتى تأوهات من الألم. وتكلم بين سنانو، كيفاش كتعطيها الشوكولا انتي؟ راضية ويلي ويلي طلق من البنت غزارت ليدها. ودات بنجات نسات الألم وحلت في فمها، كتحرك رموشها بالزربة، تفعلتها كانت غطي حوت السقنة في كلامه وفي قمة الغضب. ايش هاد الاستهتار؟ سيدة السكر والكوليسترول طالعين ليها، انتي كتعطيها الشوكولا؟ شاف في الباج ديالها ودخل اسمها بالكامل الميموار ديالو. بالحق كلام ماشي معاك، صوت عالي برا. جمعت الدموع في عينيها وخرجت كتجري بلا ما تلفت وراها، حست بالإهانة والحقرة. واخا الغلط راكبها من تزال راسها، كلامه صح ولكن ماشي بديك الطريقة اللي خلاها كتحتقر نفسها وتشوف قداش هي صغيرة قدامه. رمقات وراتي بنظرة غاضبة وتكلمات، الغلط ماشي منها، علاش تغوت في وجهها؟ علاش عيب أحمد؟ عيب هادشي اللي درتي. أحمد كاس مغضبه، واش ما باغياش ديري عقلك أمي؟ كيفاش تاخدي شوكولا وانتي عارفة حالتك؟
شحال من مره كنقول لك خلي مسافه بينك وبين الخدم، راه تياش هاد الكلام هكا ربيتك يا خساره تربيتي فيك. طالع بحالك بحالو بحال باك، الغرور والتعجرف قاتلكم. اول ما وصل وقت خروجها حيدات حوايج الخدمه، لبست حوايجها وخرجت طايره من الكلينيك. مسافه الطريق كانت في الشقه، متعه داخل المطبخ، هدى جيتي؟ هدى بنفسها، لا مازال. متعة خرجت عند أمالك ثانية كلابس، هدى هي أنا بغيت غير أرتاح. توجهت لغرفة تحت أنظار متعة اللي متبعها بالعين، حتى غمرات هزات كسافة بمعنى دبري راسك ورجعت للمطبخ كطيب المسمن. ومرة مرة كدماغها كيرجع للقطات اللي بغات تمحيهم من بالها وبدون جدوى. بينما هدى كانت مستلقية فوق السرير على كرشها ودافنة راسها تحت المخدة، بعد ساعة ضغط سمدك دقا حيدات حوايجها ولبست بيجامة شورت من الدوني ديالها وجمعات شعرها بشكل مهمل. خرجت عند موسى اللي كانت في المطبخ كتوجه القهوة. أنا غنوجدها غير جلسي. موسى جرات الكرسي وجلست بسحب. أوكي شافت فيها، مالكيك لاباس؟ ودا كتوجد القهوة كتهضر. أخا موسى حالي ما علم بي غير ربي، تبهدلت اليوم صاحبتي. موسى خرجت عينها، طلع بكريشة ثاني؟ هذا كان اللي كنعرف ليه. ودا خياريت كنطلع بكريشه. هزات كاس القهوه بدات ولها حبي طح على جبل، وجبل عالي وصعيب نوصل ليه. متعه باهتمام، حكي ليا. ودا خدات كاس القهوه بدات كتحكي لها من الاول للاخر. اه قلبي كندير كندير، مني غيب عليا كندير. متعه ناري حالتك صعيبه، حب صعيب هذا، خاصك ديري شي حاجه باش طيحي قبل لا تمشي مو تما وهوب فص ملح وداب. غدات نهدات، حالتي صعيبة على قولتك، خليك مني وحكي ليا كي داز نهارك. متعة نهدات بدورها، ما عرفتش كيفاش نشرح ليك ولا منين نبدا. هدى انت بداي وانا غنفهم. متعة ديك السوسيتا ديال تخاطبتو جات المكتب اليوم وجلست كتغوت في وجهي ولا وهزات القهوة سخونة وهرقات لي على صدري. هدى بنت الكلب، واشنو درتي اكيد شطبتي بها المكتب ياك؟ متعة نو، خاص نبان كيوت قدامو، عجبني فيها جرها من درعها ولا حبر المكتب كي شي كلبه وصدع لعبه في وجهها بلها طريقه ودرفعت حاجبه وشنو. متى وهدى بنفس صبر، وشنو؟ صغرت عينها، قرب ليك. متى تماما. ودا يا 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 هادشي كاع خازنها ليا السيد بليا بدا كيدوب. متى حطت يدها على خدها. هدى هدى وي خايفه. ودا فهمات قصدها، اذا رجعي للور. متعة بغيت نشفي الغالي ديالي. هدى يا خوف عليك، اذا لقيتي راسك ما قادراش رجعي للور. الا جا طرد هو يصوني التلهزات وجات عينها على رقمه وسعت عينها. متعة هو هو هو. هدى اواه ردي ردي شوفي شنو بغا. متعة رفعت حجمها. اوكي دوزات الخط وتكلمات بصوت عذب. وي الو. كان جالس في خشونه فوق الكنابي كاس نبيد في يده كل مره كيرتف منه، وشك كي شك كينهش في عقله. نهيش رجعت بيدك الى قبل عام وبالضبط يوم الاغتصاب 3 ايام بلياليها، شرب المشروب دفعه واحده، قرز على يده ورجع كيفصل وكيخيط وكيقارن السن ديال البيبي. عقد حجمانه وتكلم بصوت خشين، اكيد ولدي اكيد ولدي. قف بسرعه وهز الكونتاكت السياره وخرج من الفيلا في اتجاه سيارته. عقله كيدي وكيجيب، مسافه الطريق كان قدام باب الفيلا، اتصل بها تنزل وخرج من سيارته كيتسنى قدومها. لحت الكاب عليها وجلس مع الدروج بخطوات ثابته كتقول مع راسها شنو باغي مني. ثواني وكانت خارج العماره، جات عينيها عليه لابس تيشيرت كحل مزير على عضلاته مع سروال جينز في الاسود مع سبادري في الابيض، ومتكي على الفيراري ديالو في الاسود مات. المقابل نظرات هاديه عكس نظراته الشرسه اللي تعودات عليهم. تقدمت ناحيته وربعت يديها كتشوف فيه بانها شنو بغيتي. تمشى ناحيتها بخشونه، يدو في جيابو، فتح شفاهو وتكلم بصوت خشن، كيف بقيتي؟ متها بلادة، ها؟ ناصر كيشوف ناحية صدرها، مازال الحرقة كضرك؟ عاد فطنات، لا لا، ناصر مد يدو، زول ليها الكاب، أتون شوف، متها عقدت حجبانة، واش صعبة؟ بدا كيقرب لها وهي كتبهدل ليه، خلينا نشوف، متها بلها طريقة، صافي مبقاش كيوجعني، مبقاش كيوجعك، استجمعت قوتها ودفعاتو. وانت فاش كيهمك؟ ردت فعلها نرفزاتو بشكل كبير، خلاتو كيرمقب نظرات شرسة، كرز على يدو تكلم بين سنانو ببساطة، حيت كل جزء منك من جسمك ملكي أنا. متعة شنو هو؟ انت بلا شك واحد مريض، فوت صحتي حسن ليك، عمري غادي نكون ملك لك، أنا ملك راسي، كتسمع؟ ملك راسي.
جذبتها لعندو بعنف ولصقح ليه وكيتكلم بين سنانو. شكون هو باه؟ صغر عيني فيها بالها طريقه ولات كلها كترجف من شده الخوف، كيانو كله تهز. شافت فيه وشفها كيرشفو، تكلمات بعد ما استجمعت قواها اللي ولات اشلاء قدامو. باه ما كتعرفوش، ما كيهمكش نتايا، دفعته بعيد عليها. ناصر شحال عنده من شهر؟ متعه واش دخلك في ولدي؟ فاش كيهمك؟ وزفرت بعصبيه، بليز سير من هنا. تلفست يمين وشمال، هتخلي الجيران كيهضروا عليا؟ سير في حالاتك. متعه اش دخلك في ولدي؟ فاش كيهمك؟ سير سير في حالك، سير في حالاتك. رمقها بنظراتو الاولى بيا شرسه، وتكلم بين سنان وضغط على يدو حتى برز عروقو. البيبي مني حسس برجليها خوا بها، والدنيا مشات وجات بها ورجعات كترجف من جديد. بينما هو كان واقف ثابت، ضغط على يدو بقوة الخوف اللي شاف عينيها، تتأكد لي باللي كلامه صح. ناصر يعني هذاك ولدي؟ رجليها زادو كيرشفو، خانوها دموعها ولات على الشفار عينيها، وكينها كيانها تهز مع الكلمة اللي فشلاتها. مبقاش قادرة لا توقف ولا تطلع النفس، حاط يدو الخشين على يدها، حاط اليد الثانية على خصرها، شادها باش ما تطيحش. في كل مرة كادي يتأكد ليه بلي فعلا الولد هو ولده. حرك شفاه بشوية وتكلم صوت خافت. ناصر صافا؟ متعة الغصة في حلقة ودموعها نازلين. ماشي منك ماشي ولدك. الله يخليك، خليني في حالي، خرج من حياتي، عييت، يكفي اللي عشت قبل عام ولا ما عندي ذنب في هادشي كله. بدات كلها كترجف، والله ما عندي ذنب. حطات يدها على صدرو كتحاول تبعدو عليها ويدها كيرشفو. خرج من حياتي، سير في حالك، سير بعيد 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 عليا. حس بقلبو تصير، احاسيس متخبطه في بعضها، ما بقى عارف ما يقول ولا شنو يدير. فقط لازم يخشيها في حضنه وبين ضلوعه ويخليها ترتاح وتهدى بدون مقدمات. عنقها وزير عليها، مبقاش عنده الجهد لي منه، او بالاحرى كيحس بها محتاجه للحضن دافي اللي ترتاح ليه وتهرب من الواقع. بقاو على داك الوضع لعدة ثواني، كأن الزمان توقف هاد الكون فيه غير هو والملك القاسي المتجبر وهي ديك المجروحة. بعد ثلاثة شوية كتحاول تفك من بين ضلوعه، شد وجهها بين يدو كيشوف دموعها نازلين. نحصر بهدوء، ولدنا وتعاوية مرفوعة. حس بقلبو كيخفق ورجع خشاها في حضنه كيزير عليها كأنها غتهرب. ابتسامة عريضة على شفاهو، وأخيرا وعات وياها. مستعد عينيها وعاد شفاها بدا كيرشفو، استجمعات قوتها ودفعاتو بعيد عليها. صدرها كيطلع وكينزل، عينيها كيشوفو في ملحة واحد، كتحاول تصعب شنو قالت. رفعت عينها بالعرض البطيء، حطت يدها على فما، كتحرك في راسها يمين وشمال، دمعت على شفاها. رجع جذبها لعندو، علاش خبيتي عليا؟ ها متعة دفعاتو بعيد عليها، اش بغيتي نقول ليك؟ تغتصبتيني ودمرتيني وانا ما عندي ذنب في الوقت اللي كنت مدمرة وهم عارفة شنو ندير. تعرفت ملي هز في احشاء حياة روح بريئة ما عندها حتى علاقة بوساختك، ما قدرتش نتيق ونفرتو لدرجة كنت غنجهد. والحمد لله اخر لحظة ربي نور بصيرتي وخلاني نحتفظ به. يا زين ولدي ولدي احنا، وانت ما عندك حتى علاقة به. انا اللي هزيتو 9 شهور في كلشي وتعذب حتى ولدتو، وتحديت نظرات المجتمع وكلام الناس باش في الاخر تجي سيادتك وتاخذوا ليا بدم بارد. ما تحلمش ما تحلمش، مستحيل نخليك تحرمي من ولدي. يا زين ولدي انا. دور وجهو كيحاول يتهدن ويضبط نفسه، كلامها ودموعها خلاه يعرف قداش هو واحد ما كيسواش. كيفاش قدر يدير اللي دار وهي خارج اللعبه ديال غضب وحقده عمى وبصيرته لدرجه تدمر حياتها وهي ما ليها دخل؟ بالعريق ورجع شاف فيها كيفاش كترجف، قداش خايفه، مبقى عارف ما يقول، ولكن عارف حاجه واحده، مستحيل حرمه منه. بدون مقدمات جبدها لعنده من خسرها ورجع خشاه في حضنه وتكلم. ما تخافيش، ما نحرمكش من ولدنا. متعة ولدي انا ناصر صافي تهدني. بعدات عليه متحدوها، مستحيل نخليك تحرمني منه، ما تدمرنيش مره اخرى، كنترجاك ما غنقدرش، هو بعيد عليا. ناصر بصوت خشن، بغيت نشوفه. متعة ضغطت على نفسها، ما يمكنش راه ناعس. مرر يدو على شعره بحيرة، تالف حيران وفرحان في نفس الوقت، عنده ولد آخر ومن المرأة اللي ولا شبه مهووس بها. أحاسيس كثار وأفكار كثيرة كانت كدور في دماغه. بين هاد الفوضى كاملة ترسمت ابتسامة خفيفة على محياه، تلفت ناحيته وتكلم بصوت رجولي بامتياز. سيري ترتاحي، بس غدا أكيد لازم تشوفو. عطاتو بالظهر ومشات كتجري تجاه باب العمارة بخطوات متسارعة. كمشا في الكاب، أول ما دخل طلعت مع الدرج كتجري.
كتضرب في جبينها. كيفاش ضحفات بين يديه وكشفات السر اللي قاطعها سعاد مع نفسها عمرو يتكشف. ثواني وكانت داخل الشقة، تلاحت في الكنابي، لون وجهها مخطوف ومقاسها غدا بنظرات ما كتفسرش، وجلست جنبها وتكلمات. اش قال ليك؟ وتها انفجرت بالبكا. انا اكبر حمارة انا اكبر حمارة، وده بخوف اوي لي مالك؟ اعرف السر تفضحه وده تفضح، وده بالعطريقة واش عرف؟ حطت على فمها. الله يا ربي متها خايفة، وده زبلت خايفة لولي يدي وياخد مني ولدي. وده ضمتها، كيفاش وقع حتى عرف؟ رفعت راسها وشافت فيها بعيون باكية وبدات كتحكي لها بالتفصيل. في اليوم الموالي شرقات شمس جديدة معلنة على يوم جديد وأحداث جديدة. تسلات أشعة صاتها وراها ستار ودعبات وجه متها كتدغدغ فيها باللطف. فتحات عينها بعد ليلة مليئة بالتفكير والتخمين ووقفات. مشات الحمام تتاقل، راسها عاطيها الحريق من كثرة السهر والتفكير. قضات روتينها الصباحي ورجعت للسرير وجهها شاحب وعين منتفخة بالبكاء. دخلت عنده هدى لابسة حوايجها باش تخرج لخدمتها. توجهت ليازين بان انها فايق كيفركل وكيلعب، خرج لسانو هزات وطبعت قبلة في خدو. شافت متها، كيف بقيتي؟ متها هي انا شوية. هدى هاد النهار ما تمشيش للخدمة، ارتاحي، تحت عينيك راك حل ولون وجهك مخطوف. متها يا ربي فين غيوصل بيا هادشي؟ اكيد درت شي ذنب في حياتي. هدى قولي استغفر الله، قولي استغفر الله العظيم ونضي خدي دوش باش ترتاحي. متها اليوم غنخلي يازين معايا. خداتو نهاو على نقاتو كتشم ريحتو. هدى شافت فيها بعدا محيلة وتنهدات. ايوا يلا هنخليكم نشوفك في العشية. ارسلت لها قبلة في الهواء وخرجات. اول ما خرجت هدى من العمارة وصل ناصر، نزل في اليمن ونزل بعد ما انستال الفيراري قدام العمارة وتوجه للداخل بخطوات خشنة ونظرات حادة. ثواني وكان في الطابق دمتها قف قدام باب حط يدو فوق صونات وصونا. جمعات شعرها بشكل عشوائي وتوجهت الباب بخطوات بطيئة. أول ما فتحت وجدت عينيها عليه واقف بهيبته المعتادة، رمقاته بنظرات كلها خوف ورهبة، خوف من المستقبل وشنو يقدر يدير فيها بعد ما تفضح السر اللي طالما كانت حريصة باش ما يتكشفش، واللي في لحظة ديال الضعف منها تكشف قدامه. رمقها بنظرات هادئة كأنه كيقول لها غاية تهدني على السوينة ديالي وثقي بيا. كسر جدار الصمت اللي دام لثواني ممكن ندخل من هالطريقه، وفتحت لي الطريق. كيتمشى بخطوات خشنه وعينيه كيدور يمين وشمال. تمشات قدامه في اتجاه الغرفه، حطات يدها على البواني وفتحته بالمهل بقلبها كيتعصر عصير. دخل وراها وعينيه كيقولوا هذا راه ولدي. توجهت ناحيه الكونه، مدات يدها وهزاته. اول ما جات عينو عليه قلبه بدا كيخفق. توجه ليهم بخطوات بطيئه وعينيه عليه، وقف قدامه كيشوف فيه في الشبه الكبير اللي بيناتهم. حس بالغصة في حلقه، أحاسيس متخبطة كتصارع في الداخل ديالو. بين هاد الفوضى والأحاسيس كاملة ترسمات ابتسامة فاترة على شفاهو. مد يدو خدا منه وخشاف حضنه كيشم في ريحته. طبع قبلة على جبينه كانت قبلة اعتذار ومصالحة. حطني فعلاني في يزين وتكلم بصوت خافت جدا، الفاس الحارة كتضرب في وجه الملك الصغير. ولدي